الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بقيادات الدولة ويوجه بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويشدد على سرعة إنجاز المشروعات القومية. ووزير التموين انتظام عمليات استلام قصب السكر من المزارعين في الصعيد وبدء عملية الإنتاج والتوزيع للسكر. والمجلس وبدء التحقيق مع مشرفة دار الأورمان صاحبة فيديو تعذيب طفل التجمع الخامس. والمجلس القومي للطفولة يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة خطوبة الطفلين بالأليوبية. وحماية المنافسة الكاف ملزم بإلغاء تعاقده مع لاجاردير ومن حق مصر بس المباريات. مساء الخير، برحب بحضراتكم معانا يوم جديد من الحياة. اليوم هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة، وإن شاء الله بالنسبة لفقراتنا الرئيسية هيكون عنوانها الوضع الاقتصادي وإيه اللي بيحصل في الشارع المصري. النهاردة معانا فقرة هيشرفنا فيها رئيس قطاع الخدمات البيطرية. طبعا تابعنا كلام كتير عن ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق، في كلام عن 7 طن يعني تم ضبطهم أول امبارح. فهنتكلم عن الموضوع ده وإزاي الهيئة بتشتغل، ونفهم برضو بشكل عام قواعد يعني استيراد اللحوم من الخارج. كمان النهاردة معانا فقرة لها علاقة بالوضع الاقتصادي، زي ما قلت السلع الأساسية وإزاي بيتم توفيرها للمواطنين، القرارات الاقتصادية الأخيرة اللي خدتها الحكومة وأثرت إزاي على الشارع وعلى الأسعار. الفقرة دي هيكون معانا فيها دكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، والنائب مجدي ملك عضو مجلس النواب واللي كان رئيس لجنة تقصي الحقائق في موضوع فساد توريد القمح. ممكن تابعنا كتير أعمال هذه اللجنة، لكن وصلت لإيه وما بعد النتائج والتوصيات اللي اتكلموا عنها، ايه طبيعة الإجراءات اللي تمت او التحقيق اللي حصل في موضوع فساد توريد القمح، ده برضو اكيد ملف هنطرحه للنقاش في فقرتنا الثانية. اما بالنسبه لاخبارنا النهارده هنبتدي مع حضراتكم الخبر المتعلق بالاجتماع اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وبحضور وزراء الدفاع والانتاج الحربي والخارجيه والداخليه والماليه ورئيس المخابرات العامه ورئيس هيئه الرقابه الاداريه. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال أنه تم بحث الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حوالين حالة الاقتصاد المصري، وأن التقارير دي اتكلمت عن مؤشرات إيجابية متوقعة خلال 2017 خاصة في مجالات الاستثمار وتنمية قطاع السياحة، وأن التوازن يرجع لسوء الصرف كنتيجة للإجراءات والقرارات اللي خدتها الحكومة، واللي بعدها حصل ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وانخفاض عجز الميزان التجاري. الرئيس كمان خلال الاجتماع أكد على ضرورة البناء على ما تم إنجازه ومضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية اللي بيحصل شغل فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، ونحن نستمر في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. من ناحية تانية النهاردة الرئيس استقبل جيمس فيكتور، ده وزير خارجية غانا السابق، لبحث القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك ما بين البلدين خاصة المواضيع المتعلقة بالقارة الإفريقية. كان الرئيس الغاني الجديد امبارح استقبل في بيته المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اللي نقل ليه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لزيارة القاهرة، وطلب المهندس محلب من الرئيس الغاني دعم غانا لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو.
النهارده اللواء محمد علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه اعلن ان مصانع السكر في الصعيد بدات في استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق اللي حصل ما بين الحكومه ومجلس النواب والمزارعين على ان سعر التوريد يترفع ل 620 جنيه للطن. بيان خرج عن الوزاره قال ان مصنع ابو قرقاس بمحافظه المنيا بدا بالفعل في استلام المحصول من المزارعين، وحصل انه تم البدء في انتاج السكر وبدايه تسليم الانتاج ده للشركة المصرية والشركة العامة لتجارة الجملة لإضافة المنتج ده للأرصدة اللي هيتم توزيعها على المحافظات وهتطرح على بطاقات التموين، بالإضافة كمان لبقية المصانع سواء بنتكلم على كوميمبو، إدفو في أسوان، أوس، نجح حمادي، بقينا أرمنت بلقصر، عندنا 8 مصانع متخصصة في يعني تصنيع السكر بدأت بالفعل في الاستعداد لاستلام المحصول والتصنيع. احنا معانا على التليفون استاذ كريم جمعه معاون وزير التموين. مساء الخير يا استاذ كريم. اهلا بسنور يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وكل عام ومصر وحضرتك طيب وبالف خير يا رب. استاذ كريم، يعني ازاي بقى مستعدين خلاص كده نقول الحمد لله المشاكل مع المزارعين انتهت، مستعدين لموسم توريد القصب السكر ان شاء الله بدون اي مشاكل؟ ايوه يا فندم ان شاء الله. هو يعني يمكن من قبل ما يبقى في كلام عن هذا الموقف بالنسبه لزياده سعر توريد القصب، احنا العلاقه ما بين مزارع القصب وشركه السكر والصناعات التكامليه هي علاقه استراتيجيه تكامليه وليست علاقه تجاريه. تمام. ودليل على هذا ان بالفعل احب برضه اوجه الشكر من برنامج سيادتك للمزارعين اللي كانوا ابتدوا في توريد القصب قبل زياده سعر، وده بالفعل تم في مصنع قوس، وبدات عمليات الانتاج بالفعل وتم توزيع بعض الكميات على الشركه المصريه لتجاره الجمله زي ما حضرتك اشرتي، بجانب بعض كميات القصب اللي تم توريدها بالفعل لبعض المصانع الاخرى، ولكن دي اللي ورد قبل. بالمناسبه استاذ كريم، اللي ورد قبل ما تعدلوا السعر هتتعاملوا مع المسألة دي بأثر رجعي؟ هيتم تعويضهم؟ أيوة طبعا. طبعا يا فندم، ده هم يعني ده يعني زيادة على ان احنا بنشكرهم يعني على هذا التعاون الجاد والإحساس بالمسؤولية يعني. والحمد لله بدأت تنتظم عملية التوريد، المصانع كلها مستعدة بعد الموسم اللي حصل فيه الصيانة، زي ما بيقولوا كده حالة الاستعداد القصوى في جميع المصانع، وبأمر الله نطمن حضراتكم قريبا عن الكميات المنتجة من شركة السكر والصناعات التكاملية إن شاء الله. طيب المستحقات بقى الفلوس يعني هتدفعوها للمزارعين إمتى؟ يعني عشان برضو الناس تاخد مستحقاتهم في أقرب وقت ولا بعد التصنيع ولا في أي مرحلة يعني؟ يمكن انا احب اشكر سيادتك على هذا السؤال، لان معالي الوزير سياده اللواء محمد علي مصلحي يمكن هو بيولي الاولويه القصوى لصرف مستحقات المزارعين اول باول، وان شاء الله يمكن السنه دي ما فيش اي مستحقات هتتاخر على الساده المزارعين تماما يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ده يعني حاجه ليها الاولويه طبعا. طب قول لي يا استاذ كريم، لما تابعنا موضوع المشكله المتعلقه بالسعر، وزارة التموين كانت متخوفة تعدل السعر وتزوده علشان ما يزيدش على المستهلك، دلوقتي بعد الزيادة فارق السعر ده يعني هيتم حسابه ازاي؟ كيس السكر هيبقى بكام بعد الزيادة الأخيرة؟ هو لسه لحد دلوقتي كيس السكر في التموين بنفس سعره اللي هو 7 جنيه، ويمكن ده يعني أمر سابق لأوانه دلوقتي، يعني احنا يمكن الأولوية دلوقتي لاستقبال القصب وبدء عملية الإنتاج والتوزيع، ويعني ما فيش أي توجه حاليا من معالي الوزير لرفع السعر أو من القيادة السياسية أو على مستوى الدولة كلها، ولكن أكيد بتناقش هذه الأمور على مستوى مجلس الوزراء. بس أكيد وارد لأن في فرق سعر يعني حصل، يعني ده قرار بيكون يعني راجع لمجلس الوزراء طبعا يعني بشكل اكبر يعني. طيب هو دلوقتي المحصول اللي هناخده من المزارعين هيغطي قد ايه من الانتاج المحلي ان شاء الله؟ هو عادة يعني او من الاستهلاك المحلي، خلينا اقول اسف. هو انتاج مصر كلها من القصب والبنجر بيكون حوالي 2 مليون و400 الف طن في السنه. مليون و400 الف طن؟ 2 مليون 2.4 من 10 مليون طن. يعني 2 مليون و400 الف طن في السنه. ده استهلاكنا. ده الانتاج يا فندم. ده الانتاج. ممكن نعلي الصوت يا جماعه التليفون بعد اذنك؟ الاستهلاك احيانا بيوصل ل 3.2 من 10 مليون طن.
يعني بواقع فجوة تقريبا بتكون 800,000 طن. ويمكن الكميات اللي استوردتها هيئة السلع التموينية الفترة اللي فاتت وشركة السكر للصناعات التكاملية، في منها 84,000 طن موجودين بالمواني حاليا بيتم تفريغهم بالتزامن مع وصول مركب عليها 25,000 طن داخله ان شاء الله قريبا. المواني هيتم تفريغها زائد ال 30,000 طن اللي هي باقي 50,000 طن تحصل عليها هيئة السلع التموينية بجانب الكميات اللي هتنتج، ودوت بامر الله المهم الموسم ده يعني ما يحصلش مشاكل في السكر بس يعني. لا هو ان شاء الله مش هيحصل مشاكل يا فندم، ده مع برضه دخول الانتاج من سكر البنجر، ويمكن دوت هيزود المعروض جامد في السوق. طيب. وطبعا احنا بنشوف ايه اللي حصل السنه ديت عشان خاطر نقدر نتلافى مثل هذه الازمات او النقص المزمن. طيب هستأذنك أستاذ كريم، بس خليك موجود معانا على التليفون عشان معانا الناحية التانية أستاذ همام حسن رئيس جمعية مزارعي القصب بالأقصر. برحب بحضرتك معانا أستاذ همام. أهلا بيك وأهلا بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريم جمعة معانا على التليفون معاون وزير التموين، وقول لي إيه رأيك في الكلام، والمشكلة انتهت كده ولا لسه؟ لا إحنا إيه عشان ما إحنا الصعايدة دايما دول 8 مصانع بدأوا عدا مصنعين دول مواعيدهم متأخرة. طيب. يعني عشان عليهم مساحات صغيرة كويس اللي هم جرجا ودشنة، لكن كل المصانع بدأت ولله الحمد النهاردة بقالها 3-4 أيام وانتجت سكر الحمد لله. عشان ما يقالش على المزارعين ان هم ضد الدوله او بيلوا دراع الدوله زي ما احنا سمعنا يعني. والسعر اللي وصلته فيه مع الوزاره مرضي يعني خلاص. حضرتك يا فندم اقول لحضرتك على فضل حاجه بس. اتفضل يا حبيبي. السعر انا قيمه الشرائيه او القيمه الاستهلاكيه للر 400 توازيها 800، لان انا عندي جراري بيستهلك مثلا بغير له زيت. جركن الزيت دوت بتاع الموتور كان ب 350 دلوقتي بغيره له ب 740. المحروقات الاخرى المشتقات للسولار والحاجات ديت كله ده ارتفع، زائد العماله ارتفعت التكلفه. القصب ده زراعه سنه كامله مش زراعه 6 شهور زي اي محصول. وحاليا احنا مزارعين القصب هنورد حتى لو بسعر اقل من كده، لكن حقيقه السعر غير مرضي. ولكن انا ليا شاري واحد، شخص واحد بيشتري مني محتكر شركة سكر والصناعات التكاملية، ما فيش مصانع أخرى بتشتري مني فمضطر كويس. ففي احتكار. أنا لما أقول وزارة الزراعة تكلف تقول 23,000 جنيه، تيجي شركة سكر تقول 12,000، فيش تباين في الفرق الأسعار. يعني شركة سكر تقول 12 وأنا وزارة الزراعة اللي هي منوطة بتقدير تكاليف زراعتي تقول 23 بسعر في ظل الظروف الحالية. يقول لك مقولة ثانية، سعر السكر الحر حاليا من المصنع يا أستاذة 11 سعر الطن 11,000 جنيه من المصنع. أي حد عايز يروح ياخذ من المصانع في حالة وجود يعني توفره 11,000 جنيه. أنا ماليش علاقة بسكر التموين، أنا لا أدعم مستهلك السكر. كويس. في مردود علي يقول لك إيه ما تزرعش قصب يا سيدي. فعلا ما زرعش قصب السنة دي عشان الظروف المعيشية للناس والحياة الغالية، ما قدرتش تصرف على زرعها الناس، فهيقل الانتاج. وهتقول اتصل بيا الحاج همام في يوم من الايام مليون طن على السنه اللي فاتت، المليون طن دول ب 100,000 طن سكر. ماشي؟ انتاجهم المليون طن هيعملوا ازمه في السوق ناقصهم. في السوق وقتها. ولكن اللي باكي على البلد وباكي على الدوله يدي كل ذو حق حقه. ماشي؟ عشان خطه مستقبليه، مش هيشني النهارده وموتني بكره. طب ما انا بحث وبزرع قمح وكل المزارعين كده، السنه الجايه هينقص الدخل هني مصانع السكر عن القصب حدود 2 او 3 مليون، السنه دي هيخس مليون واحد نظرا للغلاء التكاليف. السنه الجايه هيخس 2 مليون وهكذا. يبقى انا لما بعمل خطه اعملها مستقبليه. صح عندك ولا حق وقتية. صح صح كلام حضرتك مظبوط. يعني انا دلوقتي بعمل خطه مستقبليه. طب وهل احنا في اقتصاد حر ولا اقتصاد اشتراكي؟ عشان انا اقول ارفع سعر السكر مقابل ان ارفع طن القصب، ايه علاقه طن القصب بالسكر؟ لا واللي بنستورده من الخارج الطن يبقى بكام؟ يعني برضه علشان ما نكونش احنا يعني بندعم الفلاح الخارج يعني والمزارعين عندنا. لا بالظبط على بال ما يوصلنا حدود 12 ل 13 جنيه يا استاذ، يعني 13,000 جنيه طن. طيب ثواني خليك معايا يا حاج همام. استاذ كريم طب.
تسمحي لي سيادتك، بس يعني انا في يمكن في بدايه كلامي قدمت الشكر لجميع المزارعين اللي زي ما قلت لحضرتك قبل زياده السعر كانوا ورطوا. فبالتالي كلام الحاج همام اللي احنا بنقول ان المزارعين مش بجانب الدوله ده كلام خاطئ. لا بس هم برضه زي ما سمعت يعني برضه هم متحملين اعباء والتكلفه زايده عليهم، لكن عشان خاطر ما يكونوش هم سبب في ازمه ويتقال ان هم ضد الدوله يعني في ابدوا المرونه ونزلوا برضه من السعر، لكن لازم يكون عينينا على المزارعين عندنا. مظبوط يا فندم، وكلام سيادته صحيح وكلام حضرتك صحيح، ولكن في الجانب الاخر من القضيه بقى زي ما بيقولوا سيادتك، معانا شركه السكر والصناعات التكامليه عندها تكاليف، ما في تكاليف برضه اللي احنا بناخدها بعمليه الانتاج، اسعار السولر والمازوت. انت بتستورد السكر من بره بكام يا استاذ كريم؟ الطن من بره بتستورده بكام؟ اسعاره مختلفه على حسب اسعار البورصه، يعني اسعار البورصه في 2015 غير في 2016. طب ولما قال لك طب ليه ما تاخدش من الفلاح هنا في مصر بالسعر العالمي؟ بالسعر العالمي تحديد سعر السكر بالسعر العالمي دي سياستك، يعني بيتم دراستها وشوفوا ايه اللي ذو جدوى بالنسبه للطرفين، ولكن احنا بالنسبه للمصانع اللي موجوده دلوقتي شغاله توريد اللي بيتورد. ما احنا يا استاذ كريم ما احنا عشان ما نجيش على الفلاح عندنا وتلاقي الموسم الجاي زي ما سمعت من حاج همام كده يقول لك طب خلاص انا واقف عليا بخساره والله ما انا زارع، وروح بقى استورد من بره، هتستورد من بره باسعار اكتر من اللي بتاخدها من المزارع في الداخل، وبرده كده كده عملت ازمه ويعني ضيقت على الفلاح. لا هو زي ما قلت لحضرتك هي العلاقه ما بيننا هي علاقه تكامليه، بيخش منها الجزء اللي هو فيه البعد الاجتماعي ودوت اللي هي بتبقى متحمله شركه السكر، عشان معظم كل الانتاج لشركه السكر والصناعات التكامليه بيروح للتموين، يعني كل انتاجنا احنا بيروح للتموين، فهو يعني زي ما بيقولوا من الشعب. هو قال لك انا مش مشكلتي ان انا ادعم مستهلك التموين يعني، او اللي بياخد من مع البطاقه التموين يعني، دي مش قصتي. والله يا فندم يعني انا يمكن السنه ديت ان شاء الله بارتفاع السعر اللي حصل دوت، يمكن السنه اللي جايه تبقى التكلفه ده اللي عايزين نتكلم فيه بقى، يبقى عندنا رؤيه وخطه، مش بس نحل الوضع النهارده لكن الموسم اللي جاي واللي بعده يبقى عندنا استراتيجيه كده ازاي نسعر. مظبوط، ويمكن ده اللي قلته لسيادتك ان احنا يعني السنه دي اللي حصلت احنا اكيد بنتعلم من اللي حصل، دي حاجه عدت علينا وشفنا فيها ايه الكويس اللي فيها ايه الوحش اللي فيها، وده اللي احنا ان شاء الله هنتلافاه السنين اللي جايه، ولكن زي ما بيقولوا هم مش هيبطلوا زراعه قصب ان شاء الله، واحنا مش هنبطل ننتج القصب وان شاء الله دايما مع بعض بتكامل. لا لا مش كله يعني بالحب وبالود يعني، لكن لازم برضه نراضي نراضي الناس، اصل مش كله كده. رفعت السعر برضه يا فندم يعني بالرغم من الاعباء اللي مصر كلها وهم كمان متحملين اعباء، لكن احنا بندفع الدعم مرتين يا فندم، بندفع الدعم على السلعه وبندفع الدعم على البطاقه، يعني بننزل دعم على البطاقه بجانب الدعم اللي بننزله على السلعه. طيب سؤال اخير لحضرتك والحاج همام من هنا يعني عشان نتكلم بقى على خطه ونتكلم على تواصل مستمر، هل هيكون في جلسات في كلام مع المزارعين من يمثلهم بينك وبين الوزاره؟ في شغل في الايام اللي جايه ولا خلاص نقطه من اول السطر وخلصنا الموضوع؟ الشغل لا ينتهي، يمكن مع الوزير دايما بيحضر جلسات في مجلس النواب، بتواصل تام من رئيس شركه السكر والصناعات التكامليه مع الساده المزارعين، ويعني كل الصعيد كله يعني باب التفاوض مفتوح دايما. تمام، نقاشات مفتوحه دايما. شكرا يعني. استاذ كريم جمعه معاون وزير التموين، كلمه اخيره اسمعها من الحاج همام، اتفضل يا حاج. انا النهارده كنت في منظمه الفاو العالميه للاغذيه العالميه. تمام. وزاره الزراعه، انا في مصر حاليا. كلام كويس. السعر العالمي للسلع المادة الخام في القصب السكر بالذات 78.5% من إنتاج السكر، 78 بواقع. أنا إنتاجي 100 كيلو سكر من كل طن قصب. أحسب حضرتك ب 11000 أنا ليا 87.5 كلام كويس، وباقي المنتجات الأخرى كلها ملك التصنيع 12.5% وباقي المنتجات الاخرى اللي هي المصاص والملاس ده كله ملك الايه؟ التصنيع. وفي حاجه ثانيه، انا اتحمل مزارع القصب دعم السكر لمستهلك التموين، طب ليه ما يتحملش معايا مزارع الرز؟ مزارع القمح؟ انا حاليا بالسعر بتحرير سعر القمح حسب السعر العالمي افضل لي
انا حسبته ومجموعه من المدربين. اقول لك احنا انا سالت على مساله تحرير السعر او تاخده بالسعر، يعني ياخدوا منكم بالسعر العالمي، وقال ده محل دراسه. فخلينا نستبشر خير ان شاء الله يا حاج همام، وهي شيله يعني كلنا شايلينها مع بعض دلوقتي. يعني احنا يا استاذه احنا مزارعين القصب الوحيدين اللي مساهمين في دعم كل مستهلك سكر في مصر بيصرف بالبطاقه التموينيه. فاحنا الجنوب برضه هي عايزين تنميه للجنوب، مش فلوس بالجنوب زياده. احنا الجنوب يعني شعب فقير، ما فيش غير القصب دلوقتي. القمح بقي افضل منه. انا زرعت، قلعت عن نفسي، معانا مساحه كبيره، قلعت منهم 3 فدن زرعتهم قمح. وزرعت زرعت قمح بدل القصب؟ ايوه. وانا رئيس جمعيه قصب محافظه. انا عايز اعيش انا واولادي، مش عايز اكل بيتي، مش عايز اعلمهم. شكرا يا حاج همام، ويعني اكيد الموضوع ده مش هيقف لحد كده، وهيبقى فيه كلام تاني، وفي مسائل دايما متكرره معانا يعني وبتعيد نفسها. شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح لموضوع تاني، وللاسف هي واقعه مؤسفه قوي يعني، والفيديو اللي سمعه، او يمكن مش عارفه هو موجود معانا، ممكن نسمعه دلوقتي. حاجه توجع القلب يعني، لما نكون احنا يا كبار في عز البرد اللي احنا فيه ده، الواحد يعني بيبقى مش عارف يعمل ايه يعني من السقعه الشديده دي، ويبقى طفل صغير لا حول لي ولا قوه، وكمان يتيم يعني محتاج يعني حنيه، محتاج كلمه الحلوه، مش محتاج ابدا القلب الجامد الجاحد اللي مبقاش فيه اي شفقه اي طفل صغير. فهنسمع الفيديو ونشوفه كده. ده في دار ايتام تابع لدار الأورمان. طبعا هي دار محترمة جدا يعني، وشغلها وليها أيادي بيضاء، وشغلها في كل المجالات الحقيقة، لكن دي خلينا نحط الموضوع في سياقه. يعني أكيد دي واقعة فردية. بطلة هذه الواقعة للأسف الشديد يعني قامت ب، هي مش عارفه بقى، كانت بتعاقب الولد، هي عندها حاجه، مشكله نفسيه في كده يعني انها بتاخد الولد، وفي عز البرد ده وفي الفجر يعني كانت عايزه تحميه بميه ساقعه، والولد كان بيصرخ. وطبعا كل الشكر كمان للي صور، طبعا احنا ما سمعناش غير الصوت، لانه طبعا هو في المبنى في الحمام، فمحدش شايف حاجه، بس سامعين صراخ الولد وهو بيتكلم، وهو بيقول ان هو مش عايز استحمى بالميه الساقعه وعمال يعيط. فاللي حصل الحمد لله انه بعد ما انتشر الفيديو ده والناس سمعته، اولا وزاره التضامن الاجتماعي دكتوره غاده والي طبعا حققت في القصة، وهيكون في تعامل مع الدار ومع المسؤولة أو المشرفة دي، اللي هي ما ينفعش أبدا يتقال عليها أنها مشرفة، هي أي حاجة تانية غير كده، والمفترض أنها أم بديلة ولسه متعينة جديد، فناقصها كتير قوي يعني. هي المسألة مش ورقة وقلم، لكن لازم اللي يتعين في المكان ده يكون حابب الأطفال، ويكون على المستوى الإنساني يعني يكون سوي. خلينا أقول كمان النيابة الإدارية بتحقق في القصة دي، وفي كلام إن الواقعة دي ما هيش الواقعة الأولى عند النيابة الإدارية، كان في أكتر من واقعة وأكتر من شكوى جات للهيئة، وبيتم التحقيق فيها حاليا إنه في خلل بشكل عام في النظام الموجود داخل الدار. نسمع مع حضراتكم كده الفيديو ونشوف تفاصيل أكتر عن الموضوع في التقرير اللي جاي. صرخات طفل يتيم في هذه الأجواء قارصة البرودة لم تكن شفيعة أمام تلك المربية لتتوقف عن معاقبته أو تعذيبه بهذه الطريقة الوحشية في دار الأورمان للأيتام بالتجمع الخامس. واقعة لم تكن الأولى من قبل هذه الأم البديلة كما يطلق عليها، وفقا لما أكدته الناشطة التي قامت بنشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. واقعة وحشية تلقت وزارة التضامن الاجتماعي بلاغا حولها لتتخذ الوزارة قرارا بغلق الدار ونقل الأطفال المتواجدين فيها إلى أحد دور الأيتام الأخرى التابعة لجمعية الأورمان المتواجدة بمحافظة الجيزة، وإحالة المشرفة صاحبة واقعة تعذيب الطفل إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق معها، إضافة إلى عزل مدير الجمعية وإحالة للتحقيق نظرا لمسؤوليتي في اختيار وتعيين مشرفة غير مؤهلة للعمل في دار لرعاية الأيتام.
ووفقا للتصريحات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الانتهاكات تزايدت بدور الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق 40 دارا من أصل 448 منتشرة على مستوى الجمهورية. ومن أبرز دور الرعاية المغلقة خلال العام 2015 فقط مكة المكرمة بسبب التعذيب الذي يتعرض له الأطفال، كما تكرر المشهد المحزن نفسه في جمعية أمانة المسلم بالنزهة وغيرها من دور الأيتام بكافة محافظات الجمهورية. انت هنا بتستحمى كل يوم؟ كل يوم؟ كل يوم؟ المايه بتبقى ساقعه ولا بتبقى سخنه؟ ايه؟ المايه بتبقى ساقعه ولا بتبقى سخنه؟ ساقعه. ساقعه قوي؟ ولا سخنه شويه؟ لا، مايه ساقعه. كل يوم؟ كل يوم ساقعه؟ ما بتقوليش ليه يا مراجل؟ ايه؟ ما بتقوليش ليه يا مراجل؟ أبو ريت ساعات بتقولي طب وساعات مش بعمل حاجه. وهي بتقول لك ايه؟ الميه ساعه كل يوم. كل يوم؟ كل يوم الليل بتبقى ساعه، الليل بتبقى ساعه، والنهار بتبقى سخن. لا، انت بتاخد دش، انت بتستحمى الصبح ولا بالليل؟ الصبح. الصبح كل يوم بتبقى ساعه؟ طب وليه مش بتقول لماما تخلي لك الميه سخنه؟ والله عاملين ميه دافيه، مش الميه دافيه دي بحبها، وهي برضه بتقول لي ان انا حبيت ميه ساقعه. هي بتقول لك انا عاملين ميه ساقعه؟ ليه؟ كده. كده ليه؟ عشان انا بعمل تويلت. عشان انت بتعمل تويلت هي بتعمل ميه ساقعه؟ كده. يعني الولد لا حول لي ولا قوه، طبعا غلبان حبيبي يعني، واللي حصل ده زي ما قلنا ما هيش الواقعة الأولى، لكن عايزين نعم يعني نوسع الموضوع شوية، لأن الانتهاكات اللي حصلت وظهرت في الفترة الأخيرة في دور الأيتام لازم نقف عندها. حدود الرقابة، الإشراف، المسؤولية، ليه ده بيحصل؟ برضو المسؤولين عن الدور دي، والأمهات البديلات، الناس اللي بيشتغلوا في دور الأيتام بيتم اختيارهم على أي أساس؟ بيتابعوا إزاي في شغلهم؟ نفهم القصة من دكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن. مساء الخير دكتورة سمية. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله دكتورة. دكتورة، يعني عارفة أن الوزارة خدت إجراءات كتيرة واتقفلت الدار واتنقل الأطفال لدور تانية، ومدير الدار كمان يعني بيتم التحقيق معاه، والأم البديلة دي، لكن بشكل عام تكرار الوقائع دي، وإزاي الوزارة بص على دور الأيتام وبتتابع اللي بيحصل جواها؟ بصي، الحقيقة أن الوزارة يعني ما كانتش منتظرة لغاية لما يحصل الحاجات دي. الحقيقة من حوالي سنة ونص احنا شغالين على وضع معايير لدور الرعاية، وخصوصا دور الأيتام ودور المسنين، وده تم فعلا وضع المعايير وتدريب الناس عليها، وتم توفير المخصصات المالية. يعني خلال شهر ونص ان شاء الله نكون بادئين في التنفيذ عليه. فده على مستوى انه في خطه لمواجهه المشاكل موجوده في دور الايتام او مؤسسات الرعايه، وعدم الوقوف يعني مكتوفين الايدي. التطوير بيشمل المباني، بيشمل الامكانيات الخاصه بالدار، وكمان واهم حاجه بيشمل البشر وتغيير طريقه تفكيرهم وتعاملهم مع القضيه دي. الحقيقه زي ما حضرتك قلت، احنا عندنا لجان تفتيش من الوزاره، يعني عددها قد ايه؟ اللي يعني بشكل دوري بتنزل كل قد ايه؟ يعني افهم بس كده طبيعه الشغل. عدد دور الايتام قد ايه؟ لا، لجان، في لجان تفتيش او في شغل من الوزاره؟ عندنا مفتشين. طبعا في من التفتيش، في تفتيش من الوزاره مركزيا. ايوه، من اداره الاسره والطفوله. فيها إدارة معنية بالظروف الخاصة. تمام. وفي تفتيش من المدريات، من مدريات الشؤون الاجتماعية. اللي هي موجودة في كل المحافظات. عندنا كم دار أيتام أو دور الرعاية بشكل عام؟ عددهم قد إيه في مصر؟ لا، دور الرعاية يعني كبيرة، بس خلينا نقول أتليست بالنسبة للأيتام 468 دار على مستوى الجمهورية.
على مستوى الجمهوريه بالظبط. طب واللجان والحملات اللي بتنزل دي قادره تغطي ده كله ولا لو كانت قادره ما كناش شفنا الاخطاء دي والفيديوهات اللي بنشوفها من وقت للتاني؟ لا مش قادره، لا خلينا اقول بصراحه نتكلم بصراحه مش قادره. ليه؟ لانه اعداد الموظفين المتخصصين والمؤهلين ومن ذوي الخبره علشان يقوموا بالمهمه دي مش اعداد كفايه. وحضرتك عارفه انه طبعا عدد الجهاز الوظيفي ذات، لكن مش في جوانب فنيه بعينها يعني، فاهمه؟ طب قولي لي يا دكتوره، طب ما انا كلجنه تفتيش الموظف اللي نازل يبص يعني مش هيشوف كل اللي بيحصل ده، يعني هيدخل هيبص على الورق كله تمام، هيشوف الولاد، هيشوف اكيد كل حاجه هتبقى متظبطه له يوم ما يكون حاضر وراح الدار دي، لكن التعامل الانساني يعني ان انا اكون في عامل المفاجاه او حتى حد جوه الدار يبقى عين ليا برضو شايف الوضع ايه، يقول لي لو في التعامل زي ما بقول طبعا كده. في نوعين من الزيارات، في زيارات بتبقى زي ما انت بتقولي معلنه، لكن في زيارات سريه ودي بتجيب نتائج، لانه الزياره لما بتنزل ما بتشوفش الورق الحقيقه. الزيارة لما بتنزل بتشوف المطبخ، بتشوف النظافة، بتشوف طريقة التعامل، بتسأل بتشوفوا بقى طريقة التعامل ازاي؟ من تفاصيل كتير يعني، انت ببساطة تقدري تسألي الطفل يعني انت بتحب ماما مين او ليه وبتحبها ليه، هي بتعمل معاك ايه، طب هل هي بتضربك ولا لا. الأطفال بيتكلموا على فكرة، دي نقطة. النقطة الثانية انه مسألة أي شكوى بتيجي من داخل الدار بتؤخذ بكل جدية، وعلشان كده زي ما حضرتك قلتي في دور كتير اتقفلت. يعني كانت نتيجة شكوى داخلية أو فيديو أو حد قال إنه في تجاوز وتم التحقيق في المسألة ودي كانت النتيجة. إنه ضمان كل المؤسسات ما يبقاش فيها أي التجاوز طبعا ده شيء صعب وان كنا يعني متطلعين اليه، لكن بتفعيل المسؤوليه المجتمعيه بالاداء اللي احنا شفناه من السوشيال ميديا او من الاعلام او غيره هيبقى ده بيساعد طبعا مؤثر وبيكشف مؤثر جدا. لكن انا يهمني العدد ده انه يعني ما افرحش بالعدد الكبير، لانه ممكن كتير من الدور دي تبقى مجرد بس يافطه كده على باب علشان يبقى فيه مستحقات وفيه فلوس، لكن الله اعلم ايه اللي بيحصل جوه. وخليني اتكلم وارجع حضرتك. اتفضلي. لا انا بس بتكلم على لما بنروح نفتش ونتكلم مع الاطفال، ده متوقف برضو على حرفيه الشخص اللي رايح يتكلم ويتابع طبعاً. وبيسال أنا ازاي وبياخد ازاي المعلومه طبعاً. مش بس بيخلص ورقه وتمام على كده. وبعدين الجزئيه الثانيه برضو يا دكتوره، قصه اللي بيتعينوا ويتقال عليها ماما الام البديله دي، معلوماتنا يعني انا مش عايزه اتكلم على مؤهلات، لانه في امهات معلش يعني ولا بتقرا ولا بتكتب، لكن ام بمعنى كلمه ام، انها تحب الطفل قلبها حي. فالقصه مش قصه تعيين او مؤهلها ايه، لكن خلفيتها، دماغها، نفسيتها، اقعد اتكلم معاها اشوف دي والله تصلح انها تكون مربيه، تكون ام، تؤتمن على اطفال ولا لا. معايير التعيين يا دكتوره سميه في هذه الدور. بصي حضرتك، خلينا نقول انه جزء كبير من المعايير هو خاص بالبشر. اولا مش بس مفيش ضمن المعايير المحطوطه انه هو يكون متخصص يعني خريج خدمه اجتماعيه او قسم اجتماع، لكن ايضا لابد ان هو يكون حاصل على دورات تدريبيه متخصصه في الفئه اللي هو بيرعاها، لانه حضرتك عارفه انه مثلا بيتخرجوا من الجامعه ما بيبقوش متخصصين، يعني اللي بيتعامل مع المسنين لازم يكون عارف الصفات الخاصه بالفئه العمريه دي، او اللي بيتعامل مع الايتام لابد عارف ايه الخصائص النفسيه والاجتماعيه والذهنيه للاطفال في سن معين، وده ما بيتمش الا عبر تدريبات متخصصه. وده مستهدف الحقيقه، وان كنا بدانا فيه بس مش على نطاق واسع، يعني ما غطيناش نسبه كبيره من الدور، لكن مستهدفين ده. في معايير موجوده بيواجهنا انه قله الموارد، بيواجهنا طبعا المرتبات انها متدنيه، بيواجهنا انه ممكن بعض التخصصات ما تلاقيهاش موجوده، مثلا زي تخصص مثلا اخصائي الاخصائي النفسي مثلا المطلوب ان هو لازم يكون موجود في المؤسسات.
فبنواجه بنواجه مشكلات، لكن احنا قدام يعني اوضاع اجتماعيه يعني محتاجين لازم نواجهها، فالحل اللي قدامنا ان احنا نشتغل على التطوير والتغيير. تمام، شكرا يا دكتوره. دكتوره سميه الالفي رئيسه اداره مركزيه للرعايه الاجتماعيه، وده برضو من الملفات اللي بتفضل مفتوحه معانا وبنتكلم فيها باستمرار، زي الخبر اللي هنقوله دلوقتي. ما هوش برضو الخبر الاول من نوعه، موضوع زواج الاطفال. شفنا القصص دي اكتر من مره خلال الفتره اللي فاتت، وزادت قوي الحقيقه، يعني على الرغم انه الموضوع ده مجرم، لكن في تحايل بيحصل، في يقول لك لا دي مجرد خطوبه وتلبيس دبل وكلام كده، وتلاقي طفلين، يعني ما فيش كلام ده خالص. وبعدين بيكون في تحرك بنسمع من المجلس القومي للامومه والطفوله زي الواقعه اللي هنعرضها دلوقتي. يعني دول ايه؟ والله انا شفت كده افتكرت عيد ميلاد مثلا، يعني اكيد ده عيد ميلاد وتورته، لكن حبايب ماسكين ايدين بعض وبيقطعوا في السكينه مع بعض. يعني ده الولد الصغنن ده اسمه زين والبنوته فريده. زين قدم لفريده شبكه ب 18,000 جنيه. نشوف. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات أو زواج الأطفال نتيجة لظروف اقتصادية أو اجتماعية، حيث زادت هذه الظاهرة لعدم وجود الوعي الفكري لدى بعض العوائل، مما أدى إلى تفاقم هذه الحالة، مما يعد انتهاكا صارخا من قبل هذه الأسر على حقوق أطفالهم في ممارسة حياتهم الطبيعية بحرية، ووضعهم في موضع المسؤولية منذ نعومة أظافرهم، بما يحملهم فوق طاقتهم النفسية ويهدد أمنهم النفسي، وهو ما يتعارض مع جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والقوانين المصرية المتعلقة بالطفولة. حالات عديدة لزواج القُصر كان من بينها إقدام شقيقين على إقامة احتفال بخطبة طفليهما، فريدة 4 سنوات على زين 7 سنوات بقرية طنط الجزيرة في محافظة القليوبية، وسط مظاهر احتفال عائلي قدم العريس الصغير شبكة لعروسه بقيمة 18,000 جنيه لخطيبته. حفل للخطوبة أرجعته عائلة كل منهما أن الهدف منه هو أن يكون الجميع على علم بأن زين وفريدة لبعض. واقعة لم تكن الأولى لزواج أو خطبة الأطفال، حيث كان هناك خطوبة الطفل شمس على الطفل إيمان، والتي تمت في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تلك المحافظة التي شهدت أيضا حفل زواج طفلين، ليكون هو الأول من نوعه في الزواج المبكر، وليس مجرد الإعلان عن خطوبة لعريس يبلغ من العمر 12 عاما وعروسة 10 أعوام. ظاهرة متكررة تستدعي أجهزة الدولة بالتدخل الفوري على جميع الأصعدة لوضع مخطط توعوي يهدف إلى زيادة مساحة الوعي المجتمعي لدى الأسر المصرية في المناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر الزواج المبكر على صحة الطفل وتهديد أمنه النفسي ومدى مخالفة ذلك للقوانين والشرائع السماوية. والله العظيم حرام، يعني العيال زي القمر، اطفال اطفال، يعني بتغتصب طفولتهم وبتكبرهم قبل الاوان. وبعدين لما تشوف الصور دي، يعني هم الكبار عارفين يتجوزوا، لما الصغيرين مش عارف. استاذ صبري عثمان مدير الشؤون القانونيه بمجلس القومي للامومه والطفوله معانا على التليفون. استاذ صبري مساء الخير. اهلا وسهلا. الحمد لله، يعني علشان نبقى بخير والمجتمع بخير لازم المشاهد دي والفكر ده يتغير. يا استاذ صبري، يعني ايه تعليقك وليه الموضوع ده زاد بشكل كبير؟ في ايه؟ بص يا ابن الابن، هو احنا الفتره الاخيره انتشرت في مصر الظاهره دي، الاطفال بالذات الطفله الصغيره بقت للاسف تبعد عن متعه اللعب والبراءه الطفوله وتتحول ليله وضحاها كده تلاقي حضرتك سيدة منزل وهي عروسه بيلعبوا بيها، وتتحمل مسؤوليه تسيير بيت زوجيه وهي مش قادره على كده. احنا بمناسبه التقرير قلت لحضرتك وقعتين الاهليه اللي كانت في مركز بالقاس ومركز بكمنس، لما الظاهره ابتدت تنتشر في محافظه الاهليه كان سببهم كده مركز سنبلوين، احنا نظمنا عده لقاءات توعويه وندوات في محافظه الاهليه للمراكز المنتشره فيها الظاهره. كان الغرض منها رفع الوعي بمخاطر زواج الاطفال والاضرار سواء من الناحيه النفسيه او الاجتماعيه او الطبيه والقانونيه. كل ما الظاهره بتظهر احنا بنحاول نتصدى ليها كوقائيا. يعني بيبقى ايه الاسباب؟ يعني زي الواقعه اللي بنتكلم فيها النهارده زين وفريده، يعني انا شايف في الصور مثلا حاسه ان المستوى الاجتماعي يعني ما شاء الله معقول، يعني مستوى اجتماعي متوسط، الناس كويسه، يعني مش بيقول مثلا للحاجه او وشبكه ب 18,000 جنيه وقصه يعني، بس بيكون ايه اللي ورا ده؟ يعني بيبقى ايه في بال الاهالي؟ وللاسف كان الاول بنرصدها كوقائع اسباب اجتماعيه اقتصاديه.
الاب مش قادر فيزوج البنت ويتشاف منه من عليه. وده كنا شفناه كتير في وقائع عديمه سواء في محافظه الفيوم او البحير. صحيح. المؤسف في الفتره الاخيره ابتدت تلاحظك الاسر ميسوره. يعني الطفلين بتوع قريه المحصره في مركز بالاف اللي في شهر يوليو اللي فات، الاب جايب للطفل شقه 200 متر واحنا رحنا شفناها وشفنا الواقع بتاعتها. النهارده الشبكه 18000 جنيه، يعني القصه ما اصبحتش اقتصاديه. المشكله وعي اجتماعي وعادات وتقاليد موروثات مش قادرين نقاومها. فعلى قد ما بنقدر بنعمل حوالات توعيه، بننظم ندوات، بنحاول ندخل يعني نستهدف الاطفال والامهات في المناطق دي وبيساعدونا وبنطلب مساعده القرى الطبيعيين سواء كان الشيخ او القس في القريه او شيخ البلد. طب بقول لك يا استاذ صبري دلوقتي يقول لك ده مش جواز. ده بنتك لابني والكلام ده كله واحنا بنتفق وخطوبه ومش عارفه ايه. انا القانون بيجرم بس عقد القرار للقصر. لكن دلوقتي وضع زي ده التعامل معاه بشكل ودي، التحاور، رفع الوعي فقط، احنا لا نملك اكتر من ده ولا ايه؟ هو للاسف الزواج كزواج موثق مقسم قانونا سواء في الماده 227 عقوبات او في لائحه المأذونين اللي بيعاقب المأذون تأديبيا على الوقائع دي. احنا في الخطوبه للاسف ما لهاش عقوبه اللهم الا بعض المواد البسيطه في قانون الطفل اللي بتتعرض لتعريض الطفل للخطر. ده المدخل ممكن. طب ما انت ممكن تطالب بتعديل تشريعي انك تدخل ده، يبقى في حاجه ابتدت ده. والله ابتدت ده وعندنا لجنه تشريعيه بتدرس كل القوانين المتعلقه بالطفل اللي نقدر نحد المخاطر والانتهاكات اللي بتعرض ليها الطفل في الاساءه للطفل. انما في الوقائع بتاعتنا احنا في موضوع الخطوبه اللي بنقدر نعمله حاليا احنا نبلغ الداخليه بتتدخل معانا ومكتب مع المشتري النائب العام، بنبلغ اللجنه العامه لحمايه الطفوله في المحافظه اللي بتتوجه للاسره وبتوعيها بمخاطر الزواج ده واضراره على الطفل او الطفله، وبناخد تعهد من ولي الامر بعدم اتمام الزواج او استمرار الوقائع دي بالنسبه له. ما بس خلينا اقول في النهايه ان في دور مجتمعي لازم يكون مساند ودعم لحضراتكم. يعني احنا ما بنعرفش الكلام ده بالتاكيد الا يعني في خط ساخن، في بلاغات، ناس بتشوف الاهل، القرايب، المعارف، الجيران يعرفوا عن ده فيبلغوا بحضراتكم ونشوف بقى الصور اللي يعني زي ما بقول حرام البراءه دي والجمال ده. يعني احنا بنتدخل الاول وقائيا قلت حضرتك من خلال ندوات ولقاءات توعويه بنعملها وبنتاخد نطلب مساعده القرى الطبيعيين في المراكز او المناطق اللي احنا موجودين فيها. رقمكم كام مره ثانيه قول لي كده؟ احنا خط احنا عندنا حضرتك عارفه 16000 خط نجد الطفل ده خاص باي عنف او انتهاكات للاطفال. عندنا خط المشوره الاسريه 1621 ده بيتعلق بزواج الاطفال، الاتجار في البشر، ختان الاناث، اي بلاغات بهذا الشان احنا نتلقاها وبنتدخل وبنتخذ ما يلزم الانقاذ بشانها. اهم حاجه حضرتك قلت لي ان بتفكروا في شغل في تعديل تشريعي انه يعني علشان نتغلب على مساله انه التحايل على قصه السن القانوني. احنا محتاجين توعيه قبل القانون. احنا عندنا نص الاثنين. الاثنين. شكرا جزيلا استاذ صبري عثمان مدير الشؤون القانونيه بمجلس القومي للامومه والطفوله. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لتاني. في إطار خطة تطوير آثار محافظة القليوبية، وزير الآثار الدكتور خالد العناني في جولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية بصحبة محافظ القليوبية الدكتور عمرو عبد المنعم، بدأت بمنطقة تل اليهودية التي ترجع للعصور الفرعونية، أحد أهم المواقع الأثرية بالقليوبية. الزيارة شملت النهاردة، بدأنا الصبح بمنطقة آثار تل اليهودية، تفقدنا مجموعة التلال اللي موجودة فيها، ثم بعد كده توجهنا إلى المخزن المتحفي وأخيرا منطقة تل أتريب. الهدف إن احنا نشوف على الواقع المشاكل اللي موجودة في المنطقة والمناطق الأثرية وإزاي ممكن نرفع من مستواها، ودي من ضمن الزيارات المدينة أنا حريص إن أعملها بشكل منتظم لكل محافظات مصر. أهم حاجة القرارات اللي خدها السيد الوزير إن احنا نحيط كافة المناطق الأثرية لحمايتها، وأيضا إعادة تنظيم ل المتحف المخزن المتحفي
وبعدين جينا هنا برضو بنفكر لسه هيتعمل دراسة تطرد على سيادة الوزير إذا كان المكان هنا ينفع يتعمل متحف أو إن احنا نشوف مكان آخر يصلح لأنه يبقى متحف. كما تضمنت الجولة زيارة لمنطقة تل أتريب أحد المواقع الأثرية الذي يحوي بقايا فرعونية من الأسرتين 15 و18، غير أن أهم أثارها ترجع إلى العصرين الروماني واليوناني. بدعم من المحافظة والتعاون معها نحاول من ناحية الحماية الأول من الناحية الأثرية والحفاظ على الموقع، بعدين تطويره سواء بإعادة ترميم أو بإعادة بناء لبعض العناصر اللي ناقصة بحيث أن أنا أقدر أدخله للسياحة، وفي نفس الوقت طبعا أن أنا لازم أحطه على خريطة السياحة من ناحية المنشورات أو البروشورز اللي تعرف الناس بتاريخ المنطقة وأهميته. تضم محافظة القليوبية بين جنباتها العديد من المناطق الأثرية المؤرخة لعصور عدة، ورغم أهمية تلك الآثار إلا أنها لم تلقى العناية اللازمة على مدار سنوات مضت. آثار القليوبية العديدة التي ترجع لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية وإسلامية تنتظر لمسة التنمية والتطوير علها ترجع إلى ما كانت عليه من مكانة تليق بها لتوضع على الخريطة السياحية. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. بمناسبة كلامنا عن الآثار، زي ما تابعنا في التقرير اللي فات في شغل بيحصل لمشروع قانون لنقابة الأثريين، وكان معنا من حوالي أسبوعين دكتور زاهي حواس على التليفون في واحدة من لجان الاستماع اللي حصلت في المجلس وفي لجنة الثقافة والإعلام والآثار بشكل محدد، علشان يعني يشوفوا التصور المتعلق بهذه النقابة. واتكلم دكتور زاهي حواس أنه لازم يكون في شغل كتير ليه علاقة بحقوق وواجبات الأثريين ورفع كفاءتهم وحقوقهم الصحية والاجتماعية، وكمان إزاي يؤدوا واجبهم على أكمل وجه. احنا معانا على التليفون سيادة النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء الخير يا أستاذة لبنى. أهلا وسهلا. الحمد لله، الحمد لله، أهلا وسهلا بحضرتك. فاهمين ان كان في النهارده يعني تصور وموافقه مبدئيه كده على بعض المواد المتعلقه بالقانون، فافهم حضرتك التفاصيل وصلتوا لايه؟ احنا بدانا النهارده بعد لجان الاستماع اللي عملناها من اسبوعين، بدانا ان احنا نناقش مواد القانون ماده. طيب. وده جوه اللجنه، يعني داخل اللجنه لسه. يعني النهارده انتهينا من مناقشه حوالي 18 ماده. وان شاء الله خلال النهارده عقدنا 3 جلسات متتاليه. وان شاء الله بكره باذن الله هنكمل مناقشه، ولو اقتضى الامر يبقى هنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني طبعا موضوع النقابات موضوع مهم جدا، احنا بنناقش يعني حق من حقوق الاثريين في مصر. مصر دولة فيها أهم آثار العالم، فيها عدد ضخم من الآثار، كميات كبيرة جدا لا يقدر بثمن لا تقدر بثمن، ولكن المهم أن القائمين على أمر هذه الآثار خطورة كبيرة جدا. يعني يكفي أن أنا أقول لحضرتك أنه مثلا الأثري اللي ممكن يفتح مقبرة مثلا أثرية أو اكتشف مقبرة أثرية ممكن يتعرض لأمراض كتير جدا، وبالتالي ما بيلاقيش حد كمان ممكن يعني يتعب والعلاج او غيره، ان يقع او يقع عليه حاجه ده بيفسر تاثر كبير جدا. عدد الناس اللي بيشتغلوا في قطاع الاثار في مصر يعني بيزيد عن حوالي 72,000 بني ادم، وبالتالي اعتقد من حقهم ان يكون لها النقابه تقدم لهم خدماتهم وفي نفس الوقت تحافظ على المهنه وترعى فكره التدريب مستوى المهن أيضا في نفس الوقت. الموضوع ده برضو يوصلنا زي ما كنت بتكلم مع دكتور زاهي حواس لما كان حاضر واحدة من جلسات بتاعت حضراتكم يا سيادة النائب، قال أنه يعني في للأسف برضو بعض التجاوزات، إزاي أحمي أثرنا، إزاي القائم على حماية الأثار يبقى عيني عليه، برضو أكفيه من الناحية المادية والاجتماعية علشان يعني شيطان ما يلعبش بيه، خليني أقول. فملف حماية أثرنا إزاي ده هيكون حاضر في مشروع النقابة ولا هيكون ليه مكان آخر؟ لا، هو النقابة يعني حلقة من سلسلة متصلة. إنما خليني أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا، حضرتك بتتناقشي في على الموظفين اللي بيشتغلوا في قطاع الآثار.
عايز اقول لحضرتك انه الدوله مش عامله لهم مرتبات مثلا على سبيل المثال. يعني اكتشفنا مع المناقشات اللي بتتم على مدى الاسابيع الماضيه انه وزاره الاثار بتستلف تقريبا كل شهر 1.8 مليون جنيه من وزاره الماليه لتغطيه رواتب العاملين فيها. طب ده معقول؟ قال لك هو كان زمان بياخدوا رواتبهم من ايراد المتاحف، ولما السياحه اتضربت ابتدى هذا الامر ما بقاش موجود. اللي بنفهمه الحقيقه انه ايراد المتاحف ده ممكن يتقل في صيانه الاثار وترميمها وخلافه وحمايتها، انما الرواتب بتاعه قطاع الاثار دول عاملين في الدوله، واعتقد الدوله مسؤوله عنهم مسؤوليه كامله. الحقيقه دي نقطه جوهريه جدا اللي لازم تحطيها في الاعتبار وانت بتشتغلي في هذا الملف. طب اذا ما كنتش بتدوم رواتب طب هيراعوهم ازاي؟ صح. ده نمره واحد. نمره اثنين انه النقابه تكمل هذا الدور، يعني النقابه تعمل شكل خدمي اكتر، بتدي ضبط اكتر للامور لما الاثر يحس ان في حد بيتابعه وحد بيراعي مشاكله والكلام ده كله. اعتقد انه ده بيصب بشكل غير مباشر في قصه صيانه الاثار وتطويرها ان شاء الله. طيب الموضوع هيتعرض اولا، جلسات الاستماع هتخلص امتى ويتعرض التصور؟ لا الاستماع خلص على الجلسه العامه. لو احتاجنا نعمل جلسات اجتماع تاني هنعملها، انما النقابات ليها شكل محدد ما بيتغيرش من نقابه لنقابه، ما فيش اختلافات كبيره وفروقات كبيره زي ما الناس متصوره. واحنا كنا لسه مخلصين قانون نقابه الاعلاميين من فتره، ولكن ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه باذن ده مش هيكون في مشاكل زي نقابه الاعلاميين قوي يعني. الاعلاميين اللي بيعملوا بالعكس بالعكس لا لا بالعكس لو نقابه الاعلاميين ما كانش فيها مشاكل، ده كان حق للناس وكان برضو متاخر كتير جدا. فاحنا بنحاول في اللجنه ان احنا نحل المشاكل دي اول باول عشان نقدر ان احنا نخدم الناس والقطاعات المختلفه اللي هي واقعه تحت نطاق اللجنه بتاعتنا. فان شاء الله خلال الاسابيع اللي جايه ممكن يبتدي ينزل الجلسه العامه ويناقش باذن الله. شكرا جزيلا سياده النائب اسامه هيكل رئيس لجنه الاعلام والثقافه والاثار بمجلس النواب، شكرا لحضرتك. اليومين اللي فاتوا تابعنا قصه جهاز حمايه المنافسه وموضوع بتاع الاحتكار الحقوق بس بطولة الأمم الإفريقية على واحدة من القنوات وشركة فرنسية، وأنه في تعامل قانوني مع رئيس الاتحاد، وكان في جدل بقى بخصوص يعني مدى ولاية القانون المصري على رئيس الاتحاد الإفريقي. فبالتالي طلع بيان من جهاز حماية المنافسة علشان يوضح الكلام ده. أولا إن كان في كلام تردد بخصوص قرارات للجهاز في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه في مسألة إشارة البث وإن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث، لكن ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية اللي تصرفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان بيحاول إن هو يقضي على حالة المنافسة دي، وبقى في ممارسات احتكارية. وهدف القانون هو الدفاع عن السوق المصرية من هذه الممارسات اللي بتقيد حرية المنافسة، وده اللي هينتج عنه آثار ضرة بالمواطن، خاصة عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار، وإن من حق مصر إنها تبث مبارياتها في البطولة وفقا للقانون المصري، وإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عليه مسؤولية بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كانش هيتحملها لو كانت في منافسة طبيعية ما بين القنوات المختلفة يعني أو في الأسواق المختلفة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث. النهاردة وزير القوى العاملة محمد سعفان بلغ الجهات الأمنية المختصة بقضية نصب وبيع عقود عمل مزورة للعمل بدولة الإمارات، وإجمالي المبالغ اللي تم تحصيلها علشان الموضوع ده حوالي 300,000 جنيه. نفهم التفاصيل من معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة معنا على تليفون. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا مدام لبنى. اهلا وحضرتك. طيب وبصحه وسلامه. قول لي يا سياده الوزير بقى ايه تفاصيل الواقعه او البلاغ اللي حضرتك اتقدمت بيه؟ يعني هي اول قناه فضائيه احنا تعهدنا قدامها ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمنع الجرائم اللي موجوده بالتلاعب بالشباب المصري
طبعا كل الشباب بيحلم بوظيفة في الخارج، فالوسائل النصب كتيرة، فدي واحدة من الوسائل النصب، ان احد الافراد استغل اسم شركة اماراتية وعمل اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف تواصلوا معاه بعض الناس وابتدى يتعامل معاهم وياخد منهم المبالغ والأوراق المطلوبة. وبعد ما خلص بياخد منهم كام بقى يا فندم؟ 300,000 جنيه للحصيلة بتاعت الناس كلها ولا الشخص الواحد ولا ايه؟ لا 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 لا، المجموعة كلها كام؟ الإجمالي المبلغ نصب على حوالي 10 أفراد تمام، وكل واحد حوالي 30,000 جنيه والأوراق تمام. للأسف بقى احنا كنا قبل كده نوهنا عند حضراتكم للشباب المصري، وزارة القوى العاملة عندها استعداد انها توثق له اي اعلان موجود، ان كان هذا الاعلان حقيقي ام هو وسيلة للنصب. وللمرة الخامسة من خلال حضرتك برضو بنناشد وبنوجه الشباب المصري اللي يلاقي حاجة زي كده وعايز يتأكد قبل ما يدفع أي جنيه يلجأ لوزارة القوى العاملة ويبتدي يجيب الأوراق أو الإعلانات اللي موجودة، وفي هذه الحالة إحنا هنوثق له هذا الكلام إن كان حقيقي أو هو عملية نصب، عشان بقدر الإمكان نحمي كلنا الشباب المصري من هؤلاء المصر. هو في ثغرة في القانون يا سيادة الوزير؟ يعني ممكن شاب يروح على مكتب وهمي لتوظيف عمالة في الخارج وياخد عقد والكلام ده ويطلع بدون توثيقه من عند الوزارة، فيبقى فاهم ان العقد كده تمام مفيش اي مشكلة لو سافر بره؟ طلبنا ده ما وصلش لمرحلة العقد، ما انا فاهمة. ده ما كانش هيدي عقود اصلا، واضح كده. وسائل التواصل وبيبتدي يجذب الشباب مكالمة برقم تليفون، انتوا عارف بعد ما بيخلص هو الكمية اللي هو عايزها تيجي حضرتك تطلبي هذا الرقم ما تلاقيش حد يجاوب عليكي وما تلاقيش التليفون ده اساسا. احنا بنقول بقى للشباب لو سمحتوا. طب قبل ما تقول، معلش حضرتك وصلت ازاي للموضوع ده؟ يعني في بلاغات مين قال لحضرتك؟ الشباب هو طبعا لما بيبتدي ياخد الاوراق منهم عشان يفلت منهم في الاخر يقول له هتروح تستلم عقدك من وزارة القوى العاملة. فيبتدي يجي بقى بالظبط لما يجي عندنا في نكتشف الواقعة اللي هو عملوها معاه، فنبتدي نتحرى ورا رقم التليفون اللي بيجيبه ما نلاقيش حد بيجيب. فاحنا برضو بنكرر تاني من خلال حضرتك على كل الشباب اللي يلاقي اعلان خاص بتشغيل في الخارج تمام، يا ريت يلجأ لوزارة القوى العاملة او مديرياتها للتأكد من صحة هذه الشركات وهذه العقود. بس عارف يا سيادة الوزير، غير الإعلانات اللي هي الوهمية اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، في شركات برضو ليها كيانات أو موجودة وفي شقق أو في مكاتب تحت عنوان كده إنها شركات توظيف عمالة، لكن إن أنا بص عليها وأشوف شغلها واخدة تصريح ولا لأ، ترخيصها موجود، بتعمل إيه، فده يخلينا نتكلم برضو على التفتيش، إن أنا بص على الكيانات اللي بتقول على نفسها توظيف عمالة. دي إحنا يا أستاذة لبنى بنفتش عليهم تمام، واذا صدفت ان في شركه من هذه الشركات ليس لها ترخيص او ترخيصها منتهي بنتعامل معاهم بالقانون فورا تمام، لكن للاسف ده ما لوش اي تواجد. ما ده مفهوم ده. طيب انا بشكرك سياده الوزير، والموضوع يمكن نرجع ان شاء الله يكون اللقاء قريب مع حضرتك عشان برضو نشوف اخر اخبار. مش عارف سياده الوزير معاه تليفون لا قانون العمل، كان قال لي كنا قلنا خلاص ان هو هيروح على خط قطع على البرلمان والقانون، انتظرناه كثيرا يعني، وجولات ومشاكل ما بين العمال واصحاب الاعمال، فان شاء الله نرجع نتابع الملف ده. ملف تاني واحنا بنتكلم على ابسط حاجه، يعني ابسط حق المواطن المصري، انه في ظل الغلاء والمشاكل والوضع الاقتصادي الصعب وصحه المصريين والدواء، انه كمان ما يتحكش علينا والناس تاكل لحم حمير. حصل في الفترة الأخيرة أنه زاد موضوع لحمة الحمير دي، ونشوف هياكل ونشوف أحشاء ونشوف رأس يعني في أماكن كتير رأس حمير والكلام ده كله، وضبطيات، وأول امبارح كلام عن 3 طن أو 7 طن كمان يعني أكتر في محافظة الجيزة.
فهنا لازم نتكلم على الموضوع ده وإيه قصة لحمة الحمير. وبرضو من يومين الصين بتتكلم على عاملة برجر حمير دلوقتي، فبتسعى إنها تستورد حمير من القارة الإفريقية تحديدا يعني، وإن ده بيزنس كبير وشغل، وبعدين كمان بياخدوا الجلود ودهون الحمير في يعني الأدوية ومستحضرات التجميل وحاجات تصنيعية كده. فهل ده ليه علاقة بالحمير اللي نلاقيها مدبوحة في الشارع وممكن بشكل أو بآخر تكون بتطلع لبرة يعني بتصدر، ولا دي بتروح ل يعني محلات بقى وكباب وكفتة وبيحصل اللي بيحصل والناس تاكل، ويعني كأننا كمان يعني ناقصين يعني. وبنسمع بعد كده اللي بيتكلم يقول لك لا والله لحمة الحمير ما فيش فيها أي مشكلة. من الناحية الصحية بيقول لك لا هي تمام ما بتعملش أي حاجة يعني ما فيش فيها مشكلة، وكمان لبن الحمير بيقول لك برضو يعني ما فيش برضو فيه منه أي ضرر وأنه أقرب لبن للبن الأم. حاجات يعني غريبة، بس لما فتح موضوع الحمير فلقينا اجتهادات وكلام كتير بيتقال. لكن لازم نفهم هيئة الخدمات البيطرية ازاي متابعة القصة دي، ازاي بتراقب الأسواق، ازاي بتتعامل مع صحة المصريين والضوابط المتعلقة كمان باستيراد المواشي من الخارج، بنجيبها ازاي ومنين وبنراقبها بأي شكل. أنا معايا دلوقتي دكتور إبراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية، مشرفنا في الحياة اليوم، برحب بحضرتك معنا يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، كل عام كنت بخير ولجميع المشاهدين بخير. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور إبراهيم. إيه موضوع بقى لحوم الحمير؟ هو طبعا الفترة الأخيرة بدأت تنتشر قصة وجود الحمير بيكون مثلا في مناطق معينة عبارة عن مخلفات ذبيح، أو اتمسكت برضو فعلا عدد من العربيات محملة حمير مذبوحة، أو في برضو بتبقى في المصارف وبعض الترع جثث مرمية للحميرة. هي كل الفكرة فيها أن بدأت هذا الموضوع من نعتبره من سنة، بدأ يبقى الجلد تصدير الجلود. احنا كان طبعا قبل كده بنستخدم الحمير في تغذية المفترسات في حدائق الحيوان وفي السيرك وفي الأماكن اللي هي بتبقى فيها مراكز إيواء وإكسار بتتغذى الحيوانات المفترسة فيها الحمير، وكان السعر بتاع الحمار كله لا يتجاوز 250 و300 جنيه، وكان الموضوع دوت ملهوش يعني مش واخد اي اهتمام او اعتبار ان هذا الموضوع موضوع عادي خالص جدا، والسعر بتاعه سعر متداول. الصين بدأت في خلال سنة ان بدأت فعلا تطلب انها تشتري جلد الحمير. جلد الحمير وصل من كان في الاول خالص مثلا 150 جنيه، وصل كل 6 اشهر وصل 2200، واخر مرة هو كان في ضبطيات اتمسكت فكان السعر بتاعها قليل، ولكن السعر يعتبر السعر قفز قفزة جامدة جدا، وبدأ اتجه ناس كتيرة جدا لأنها تبح الحمير عشان تاخد الجلود بتاعتها وتديها للراجل اللي هو بيصدر هذه الجلود. احنا كان وزارة التجارة عاملة بالنسبة للحيوانات اللي هي بيتم الحمير اللي بيتم عدم الرحيم بتاعها في حدائق الحيوان بمعدل 8000 جلدة في السنة. بدأت لما بدأ يبقى في إقبال والسعر عالي جدا، فبدأ ناس كثيرة جدا بالذات عشان موضوع الجلد إنها بدأ برضو يبقى غير التصدير القانوني بقى في تهريب. بيحصل تهريب للجلود في كونتينرات ممكن تكون متهربة في وسط رخام في وسط حاجات كده، واتمسكت ضبطيتين الكميات بتاعتهم، وتم اللي هم بقول لحضرتك آخر مرة عملنا لهم المزاب بتاعهم وطبعا من الركنة بتاعتهم عشان قبل ما يبوظوا او يتعرضوا للتلف اللي هو وصل سعرهم ل 1500 جنيه. فهي المشكلة زي ما بقول لحضرتك هي قصة بالنسبة للجلود عليها طلب، ومش الصين بس، في كذا دولة بتطلب الجلود، هي فعلا بيستخرجوا منها مواد كوزموتيك للمواد تجميل، وبيستخدموا منها برضو ممكن نقول مواد تكون منشطات وهكذا، وإن أسعارها بدأت تبقى مطلوبة بصفة مستمرة. هي دي النقطة اللي أدت لارتفاع أو مشاهدة في الفترة الأخيرة ظهور حالات كبيرة جدا من الحمير اللي ممكن تكون مذبوحة
وفي أماكن تكون مهجورة، أو زي ما بقول لحضرتك الاحتمال بقى اللي بدأ يظهر أخيرا إن في بعض ضعاف النفوس ممكن تستغل هذا الموضوع، بدل ما يبقى بس عملية الجلود تستفاد منها ممكن البول برضو يستفاد من اللحوم. يعني آخر ضبطية دي يا دكتور إبراهيم مثلا 7 طن دي عرفنا أنها يعني لحم حمير مفروم، فده يعني رايح على طول على صح؟ طبعا طبعا طبعا. هو حضرتك طبعا القصة دي ما بتتعرفش إلا بتاخد عينات وبتم تحليلها عشان نقدر نميز نقول إن دي لحم حمير، لكن ممكن من لحم مفرومة وبيحط عليها مكسبات الطعم واللون بيتغير بحيث إن ممكن مش أي حد يقدر يعرفها بالعين المجردة، وممكن أي واحد يشتريها. عشان كده برضو يبقى الناس تكون حذرة جدا ما تشتريش لحوم مفرومة أو حاجة إلا من مصادر معلومة، تبقى مصادر معلومة تبقى خاضعة للمراقبة وخاضعة للكشف الدوري. يعني إيه يعني إيه معلش يا دكتور إبراهيم، يعني إيه مصادر معلومة؟ ما يعني الواحد إما راح لجزار يا إما محل كباب وكفتة، وبنشوف محلات برضو يعني قال عليها أنها شهيرة وبيحصل مخالفات وبيتم ضبط برضو لحوم بالشكل اللي هنتكلم عنه لا تصلح للاستهلاك الأدمي، فأنا بالتالي كمواطن أو مستهلك هعرف منين؟ أنا مش عايز برضو أربك الناس قوي، لكن أنا بقول لحضرتك أنا ممكن عايز أجيب لحمة مفرومة أشوف اللحمة بتاعتي اللي أنا بجيبها وجيبها وهي كاملة وأفرمها قدامي وتتفرم قدامي، بلاش إن أنا أشتري لحمة من أماكن تكون مفرومة مع أنا مش عارف مصدرها إيه، لإما بتكون أماكن بتكون معمولة في مجازر معينة أو في مناطق معينة يبقى عليها ليبل وعليها كيس مكتوب عليه تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية والمكان اللي إنتج فيه وإن المجزر اللي تم عمل فيه الكشف عليه ومراقبة هذه المنتجات. لكن أجيب لحمة كده مفرومة بدون أي بيانات هي دي اللي تشكك وهي دي اللي تبقى فيها قلق أو فيها خوف. ما هو يعني ماشي دور المواطن، لكن احنا برضو مش خبرة واكيد بيكون في اخطاء وفي حاجات انا بقى مطمنة ان المكان ده تمام لكن ربنا اعلم بيه، لكن انا كمواطن المفترض ابقى انا ظهري محمي، ابقى عارف ان في اجهزة رقابية، في حملات تفتيشية، الحكومة شغالة، كل اللي علاقة بحماية المستهلك هو اللي يقوم بدوره، وانا كمواطن في الاخر اروح ورا مطمن، لكن ما تبقاش يعني ايه حاجة عامة. وقائع فردية ماشي حاجات تتظبط يعني، لكن مش بالشكل وبالكثافة اللي شفناها في الايام اللي فاتت. فلو كلمنا على الدور الرقابي لحضراتكم والاجهزة يعني المساعدة ليكم. تمام. هو أنا زي ما بقول لحضرتك هما اتجاهين، لازم وعي المواطن دي أول حاجة. طيب. النقطة الثانية إن إحنا فعلا في لجان بتطلع بالتعاون مع مباحث التموين وبتطلع وبتلف وبتمر، أولا بمر على جميع التلاجات اللي بيتم فيها تخزين لحوم خصوصا اللحوم المجمدة أو المصنعة واللي فيها مصنعات وبتتاخد منها عينات. بيبقى في لجان برضه بتمر على المحلات كلها وعلى المطاعم كلها وبرضه بيتم نشوف برضه ان في ممكن تبقى لحوم عاديه. بتبقى ايه العقوبه يا دكتور بالمناسبه؟ يعني قفل المنشاه او المكان وغرامه، الشخص ده بيتسجن قد ايه؟ يعني ايه العقوبه؟ يعني حضرتك انا ما بيبقى في عندنا عقوبات ممكن تصل من 2 لـ5 سنوات مثلا في ذبح الاناث، عندنا مثلا عقوبات تتراوح مثلا من 6 أشهر لسنة في حالات اللي هي الغش والتدليس في وغرامات ماليه، في عندنا برضو بالنسبه بيتم مصادره اللحوم ديت وبيتم بيتعمل له قضيه، يعني بغض النظر عن ان هو غلق المكان لو ثبت بعد قرار النيابه بعد الاجراءات التحقيقات لو بعد التحليل اللي بيتم ثبوت ان اللحمه دي اولا بتبقى فيه لحوم من الكشف الظاهري دي بتبقى واضحه للناس المتخصصه ان دي لحمه غير صالحه وبيتم مصادرتها واعدامها فورا. ولكن لو حصل فيها تغير في اللون او في الريحه او في الطعم، ولكن الحاجات اللي هي ما بقاش فيها تغيرات ولكن مطبوحه خارج المجزر، يعني معنى كده ان ما تمش الكشف عليها وما تمش اقرار صلاحيتها للاستهلاك الادمي، دي بتتاخد زي ما بقول لحضرتك بتتشكل بتعمل قضيه وبنستنى بيها قرار النيابه، بيتم التحفظ على اللحوم ديت الى ان يتم قرار القضيه وفي نفس الوقت قرار النيابه وفي نفس هي الوقت هي العقوبه يا الحبس يا الغرامه غير موضوع المصادره، الشخص نفسه يا حبس يا غرامه. وده يا حبس يا غرامه ده حسب ما يتراءى للقاضي، يعني يعني بيحكم بحسب الادله وحسب الموقف اللي قدامه بيحكم عنده بالحبس او بالغرامه الماليه.
وبيبقى ليها الرينج بتاعها اللي هو بيبقى تروح بيه. طيب علشان نقدر نغطي الأسواق، المنافذ، المجازر، المحلات، الكلام ده، هل عدد المفتشي الهيئة عند حضرتك كافي؟ الحملات، الشغل اللي بيحصل، تقدروا ان انتوا يعني تتعاملوا مع كل الأسواق، ولا عندنا برضو يعني مشكلة في القصة دي ومحتاجين دعم ليها؟ لا، هو انا برضو عشان اكون امين وصريح مع حضرتك، اتفضل. احنا فعلا عندنا ضعف في العدد شوية، لان احنا عندنا يمكن من سنة يعتبر من 95 ما كانش فيه تكليف الأطباء البيطريين، وفي نفس الوقت عندنا الأعداد بدأت تتقلص، خاصة ان احنا بدأ السن اللي موجود دلوقتي ممكن في خلال سنتين أو ثلاثة هيكون عدد من الأطباء البيطريين المتواجدين حاليا ما يقل لا يقل عن 50 أو 55-60% هيكونوا طالعين معاشات. وانت عارفة برضو حضرتك المجال بتاعنا ومجال الخبرة دي خبرة مكتسبة من الميدان ومن المجال اللي هو بيتعامل بيه، من الخبرة اللي بيديها القديم للجديد. فاحنا فعلا عندنا ضعف في العدد، ولكن احنا برضو على قد ما بنقدر بكل الامكانيات اللي احنا موجودة المتاحة مركزين على النقطة دي، خاصة في الفترة الأخيرة بنحاول نشتغل، وبيبقى فعلا ده بيبقى مجهود على الناس زيادة، ولكن فعلا النقطة دي بدأت تشكل لينا مصدر قلق جامد جدا، لدرجة ان احنا بدأنا نفكر في حلول. يعني الموضوع دوت في حلول، ناس بدأت تقدم لنا انها كانت في عن طريق وزارة الاستثمار، ان حد عايز يجي مستثمر صيني عايز يجي يعمل مصدر في المنطقة الحرة وياخد الحمير يبيعها وياخد الجلود واللحوم ويصدرها بعد ما ناخد احتياجاتنا الحدائق الحيوان وكلام من ده. ولكن احنا برضو بعتنا الفتوى، الفتوى قالت ان هذا الكلام ما شرعا لا يجوز، فاحنا الموضوع دوت يعني ما تغاضينا عنه. برضو في ناس تانية، في برضو بعض فضل كمل دكتور اتفضل. بعد المصدرين طلب ان هم يصدروا الحمير حية لدولة الصين، ولكن الموضوع ده عرضناه على اللجنة العلمية وحطنا له شوية مقترحات ومعايير. ده كل برضو الفكرة فيها عشان انا عارف يا دكتور، انا كنت بقطع حضرتك عشان الجزئية دي، لانه يعني فكرة انه والله في طلب اهو على موضوع الجلود الحمير، في ممكن استثمار فيها، هل الكلام ده يكون قاصر على الافراد والتصدير الغير قانوني او التهريب، ولا الدولة تدخل ويكون في ضوابط مع مراعاة اكيد وحضرتكم اساتذة وادرى مني مسألة التوازن البيئي، يعني ما وديش كل اللي موجود عندي يعني. فدارسين القصة دي او بتشتغلوا عليها ولا لا؟ احنا درسناها بحيث ان احنا قلنا ان هو ان التصدير يتم في حدود كوتا سنوية في حدود 10,000 وتكون من الذكور فقط، بحيث ان انا ممكن اشجع حتى الفلاحين، اشجع اي مربي انه ممكن يعمل مزارع، تتعمل مزارع لتربية الحمير زي ما بتحصل للأبقار وللجاموس وهكذا. وبحيث ان انا يبقى تحت سيطرتي، تحت الرؤيه بتاعتي، يبقى انا مديهم ترخيص وانا عارف الناس دي فين واماكنها ايه، بمر عليها اكشف عليها اتابعهم، وبعد برضو ساعه ما هيجي اصدر بصدر عن طريقي، يبقى برضو بادي انا الدور بتاعي واقدر اتابعه لحد ما تصدر الحاجه، بدل ما بيتم تهريبها او الذبح العشوائي اللي بيحصل. وهيبقى صعب طبعا انت تمشي ورا كل مواطن، يعني اذا كانت الشرطه مباحث ولا الطب البيطري، صعب انه هيقدر في كل بلد وفي كل نجع يمشي ورا الناس ويقدر يشوف مثلا، لان زي ما بقول لحضرتك ده بيحصل في وقت من الاوقات تكون ليل في خرابه في اماكن ما فيهاش سكان، في زي ما بقول لحضرتك، وبعدين يرموا المخلفات اللي هي الناتجه دي، تلويث للبيئه غير عادي، يعني بيترمي مثلا في المصارف في اماكن زي ما بقول لحضرتك ليها اثار سيئه جدا على البيئه، وفي نفس الوقت استنزاف للثروه بتاعتنا. يعني انا بالنسبه لي اما تبقى الحاجه تحت عينيا وتحت سيطرتي احسن ما تتعمل من ورايا. طيب. يعني ده انا على اساس نواجه المشكله بقى. تمام. سؤال اخير بقى دكتور ابراهيم، اللحوم المستورده بيبقى برضو في ظل الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي، يعني دي بتبقى أقرب برضو يعني أرخص بتأكيد، لكن بيبقى دايما إحنا كمواطنين يقول لك لا الحية المستوردة أنا مش عارف جاي منين وأخباره إيه، تجمد وتفك، ولا يعني في برضو قلق من القصة دي. فقول لحضرتك هيئة الخدمات البيطرية، المناشئ أو الأسواق اللي بنجيب بينها المواشي حية مدبوحة مجمدة، إيه الضوابط وإيه المعايير؟
طيب انا هقول لحضرتك واطمن حضرتك والساده المشاهدين ان احنا بنتخذ في جمهوريه مصر العربيه اجراءات احترازيه عاليه جدا. اولا احنا برضو كدوله مستورده اذا كانت حيوانات حيه معده للذبيح الفوري او للتربيه او اذا كانت لحوم مبرده او مجمده احنا بنستورد كميات كبيره. فاحنا بيبقى بنناول لهذا الموضوع. يعني احنا مثلا حضرتك في 2016 انا عندي الاجمالي عدد الرؤوس اللي تم استيرادها ما بين عجول وذبيح فوري وتسمين واغنام وجمال وعدد 231,313 ده في خلال من 1/1 لحد 31/12/2016. دي لحوم حيه عجول حيه يعني عجول حيه او اجلاف حيه بتيجي هنا يا اما للذبيح الفوري او التربيه. عندي بالنسبه للحوم المجمده انا عندي ال 144,000 طن 144,947 مبرده عندي 4,303 لحوم الجاموسي 102,000 طن 142. المهم حضرتك ان احنا بناخد معايير. اولا البلد اللي بنستورد منها لازم تكون الموقف الوبائي بتاعها يكون ما فيهوش اي مشاكل، والموقف الوبائي ده بيتم مراجعته بصفه مستمره مع منظمه الصحه الحيوانيه العالميه الاو اي اي بحيث ان انا اي موقف وبائي في هذه البلد باخد الاجراءات والاحترازات بتاعتي منها. المعايير اللي بنمشي بيها لان احنا برضو مصر مشتركه في الاتفاقيه بتاعت الاو اي اي ولازم تنفذها. فاحنا بنشترط وبيبقى اتفاقيات بيننا وبين هذه الدول بين الجهات المختصه إذا كان الطب البيطري في مصر أو في الدولة نفسها التانية المستوردة بالمعايير والتحاليل اللي ممكن نعملها، وبنعمل الحجر هناك في بلد المنشأ ونحصنها بالتحصينات بالأمراض اللي ممكن تكون موجودة عندنا. وبعدين بعد ما بتصل عندنا حضرتك بيتم بالنسبة للتربية بيعمل لها برضو حجر لمدة 40 يوم بتاخد التحصينات المتوطنة الموجودة في مصر. وبالنسبة للذبيح الفوري أنا بعد ما بتيجي وبتطمن على الحالة بتاعتها ممكن من بعد 72 ساعة بتم التعامل والذبحها. بيتم الكشف عليها لأنها بتبقى داخل المجازر، بيتم الكشف عليها قبل وبعد الذبح بحيث ان تكون اللحوم اللي طلعت لحوم صالحه للاستهلاك الادمي. ما عشان كده اللحوم المجمدة او اللي كانت مبرده، ولانه صحه المصريين واحنا يعني للاسف مبتلين بامراض كتيره فمش ناقصين يعني، فعشان كده كنا بنطمن من حضرتك وبنفهم طبيعه العمل والرقابه المفترض انها تكون في الاسواق. لكن طبعا انا بشكر دكتور ابراهيم محروس رئيس هيئه الخدمات البيطريه، لكن زي ما تابعنا حتى لما كنا بنتكلم على وزاره التضامن بتكلم دلوقتي عن الهيئه، بتكلم على الاشراف الرقابه، مشكلتنا دايما في العدد، عدد المفتشين والحملات اللي بتنزل، ان الموظفين العدد غير كافي او حتى ناقصهم التاهيل والخبره الكافيه للتعامل مع المساله دي، فده عامل مشترك في كل القصه. طيب دلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل اول فقره من فقرتنا او تاني فقره بقى، الفقره دي اللي فاتت كانت الفقره متعلقه بالصحه صحه المصريين، لكن الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلد وايه اللي بيحصل في مجلس النواب ولجنه تقصي الحقائق الخاصه بفساد القمح وصلت لفين، ده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل وبعد ما نتابع التقرير اللي جاي. في محاولة لرفع كفاءة منظومة النظافة تسلم اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة معدات النظافة الجديدة التي شملت حوالي 44 سيارة كسح وشفط وقلبات لرفع المخلفات واثنين من اللوادر. السيارات اللي حضرتك شفتوها دي الطرح المركزي، والسيارات اللي تم شرائها معرفة الهيئة العامة للنظافة والتجميل دي من الخطة الاستثمارية بتاع المحافظة، 22 سيارة بقيمة ما يقرب من 20 مليون جنيه. تم شراء 22 عربية أو معدة يعني، واستلام 10 من وزارة البيئة، وإعادة تأهيل 12، الإجمالي 44 معدة موجودة قدام حضرتك دلوقتي. التطوير شمل شراء 22 سيارة جديدة و10 سيارات من وزارة البيئة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 12 سيارة، غير الاكتفاء الذاتي للهيئة بتصنيع المعدات الخاصة بها من صناديق قمامة وغيرها. في 2017 بدأنا بمعدات جديدة هتعمل في أحياء مدينة الجيزة، وكل حي بتعمل له حملات مركزية
مكونه من معدات ولوادر وعربيات وعمال وفرق غسيل ودانات وحدائق لرفع كفاءه النظافه على مستوى احياء مدينه الجيزه. واحنا بنعمل احلال وتجديد لجميع المعدات القديمه اللي عندنا، وبنعمل لها تجديد شامل على اساس ندخلها الخدمه مع اللي جاي جديد. تعد محافظه الجيزه من اكثر المحافظات التي تعاني من انتشار القمامه، وربما لا تستطيع مجابهتها بسبب انتشار النباشين. ربما يتوقع البعض ان هذه الاضافه ستقضي على مشاهد القمامه في المحافظه، الا ان الامر يتطلب تعديل سلوك وتعاون بعض المواطنين للقضاء عليها. احمد غنيم، الحياه اليوم. الوضع الاقتصادي كلنا أدرى بيه بطبيعة الحال، اللي بيحصل في البلد دلوقتي ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف وأزمة الدولار، السلع الأساسية، موضوع السكر، القمح، والقصة المتعلقة بالتوريد وإزاي ده هينعكس على السوق، كمان تفاصيل كتيرة ليها علاقة كمان إزاي أضبط الأداء وإزاي المواطن المصري ما يتحملش الأعباء وإنها تكون فترة وإن شاء الله تنتهي على خير. كمان من ناحية تانية الفساد والشغل اللي شايفينه من الرقابة الإدارية وملفات مفتوحة، وده في حد ذاته يدينا إشارة أو دلالة أنه والله إذا كان في مشاكل متعلقة بملفات معينة فبيتم التعامل معها، فيدينا أمل في أن في شغل حقيقي وجاد بيحصل. لكن الروشتة تبقى إزاي؟ طبيعة الإجراءات إزاي؟ نشتغل على الجانب الحكومي وكمان على جانب مجلس النواب. فزي ما قلت لحضراتكم كلنا أدرى، مش محتاجة أن أنا أقول مقدمات طويلة، لكن إحنا هنحاول نركز أكتر على الحلول أو الإجراءات المفترض أنها تتم للتعامل أو الخروج من هذه الأزمة. أنا بيشرفني النهاردة المفكر الاقتصادي المعروف طبعا والمهموم دايما بالعدالة الاجتماعية وزير التموين الأسبق دكتور جودة عبد الخالق. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. شرفنا يا دكتور. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير يا رب. وسيادة النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب واللي كان رئيس لجنة تقصي الحقائق في موضوع فساد توريد القمح. أهلا وسهلا بحضرتك يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة والشعب المصري بخير. وحضرتك بألف خير وصحة يا رب. دكتور جودة، سؤال عام كده، يعني انت حضرتك طبعا انا متابعه وبنقرا المقالات حضرتك بتفند فيها الوضع في البلد ومشاكل المواطن وازاي ان هو تحمل ولازم انه يعني وضعه يختلف للافضل. فلو حبينا نقول البدايه نبتدي منين؟ من اي منطقه؟ شوفي انا اذا يعني يمكن ابدا من زاويه مختلفه جدا ولكنها شديده الاهميه. اتفضل. احنا دلوقتي بنتكلم على بلد بدأت عملية للتغيير الثوري في يناير 2015 ومشينا شوية وتعثرنا ومشينا وتعثرنا وهكذا الحال في كل البلاد، يعني ده مش استثناء. لكن من المهم يبقى عندنا وضوح رؤية في الموضوع. احنا التحدي الأكبر عندنا ان احنا نعمل نظام سياسي محكم الحلقات. النظام السياسي له مكونات، في عندك سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، وفي دستور هو اللي بيوصف ويحدد العلاقات بين هذه القوى. أنا اللي شغلني حاليا يعني احنا بنتكلم على مثلا فساد القمح، بنتكلم على أزمة في مجال السكر، السلع التموينية، الأرز، كل الكلام ده. الناس بتتكلم على انفلات الأسعار بعد التعويم، ولكن اللي قلقني أكتر دلوقتي وعايز أنبه ليه حقيقة إن احنا كشعب مغيبين عن حقيقة ما يجري في هذا البلد. بمعنى ايه؟ انه الحكومة راحت عملت اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كويس؟ حد عارف ايه بالظبط مضمون هذا الاتفاق؟ ولا واحد. يعني حقيقة الامر انه بيبقى بما فيهم المجلس؟ نعم، بما فيهم المجلس؟ الاتفاق لم يعرض على المجلس حتى الان. الاستاذ ماجد هو يقول لم يعرض على المجلس، رغم انه أنا عايز أشير للدستور، دستور 2014، إحنا قعدنا 3 سنين بنحاول نكتب دستور، وعملنا واحد في 2012 وما مشيش، فعملنا واحد أعتقد دستور محترم في 2014، الدستور بتاع 2014 اللي هو لا زال ساري لغاية دلوقتي بيتكلم في المادة 127 من الدستور، أنا عايز أذكرها دلوقتي. اتفضل. بيقول إنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل
أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب. فأنا اللي يعنيني في هذا المجال الحصول على الاقتراض أو الحصول على تمويل. ال 12 مليار دولار اللي أنا أخذتهم من البنك الدولي بعد الموافقة بتاع مجلس المديرين في 11 نوفمبر دي 12 مليار دولار. كويس؟ طيب إيه المقابل؟ يعني أنا بطرح السؤال، هو المشكلة في الاقتراض كمبدأ ولا اتخذ إزاي؟ لا أو لا. على أي أساس اللي أو يفهم اللي يفهم معنى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يعرف إنه صندوق النقد الدولي يقدم مبالغ في شكل يعني منحة ولا هبة، إنه بيقدم مبالغ مقابل التزامات بإجراءات تتعهد حكومة البلد بتنفيذها. فأنا حاليا أوكي أنا عومت جنيه لكن ما أعرفش بالظبط إيه اللي اتفق عليه. تقول لي طب هنعرف إزاي؟ مسألة معروفة، في إطار صندوق النقد الدولي في حاجة اسمها خطاب النوايا. خطاب النوايا ده بالمناسبة البلد والصندوق عندهم مهلة من أسبوعين ل 28 يوم على حد أقصى لازم ينشر خطاب النوايا عشان كل الناس تعرف بالظبط ما تم الاتفاق عليه. أنا اللي عارف في خصخصة ولا ما فيش، في رفع أسعار في أي مجال ولا ما فيش، في تحرير، كل الكلام ده غير معروف. دكتور جودة، ما هي الحكومة لما قدمت أوراق اعتمادها لو جاز التعبير قدام مجلس النواب وعرضت خطتها وقالت إن ده جزء أو ده شغلي فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أشيل الدعم بشكل يعني تدريجي كده لغاية لما أشيله نهائيا، أعمل إصلاح إداري، سعر الصرف برضو وسعر الدولار ده لازم يكون فيه السعر العادل يعني وإحنا في سبيلنا لده، فكل هذه الإجراءات متفق عليها وبمباركة وتصديق مجلس النواب. لا أنا بس عشان أنا مش بدافع مجلس النواب، بس أنا متابع الموضوع. اللي قدم مجلس النواب في مارس 2016 وثيقة 170 صفحة قريتها من الجلدة للجلدة بتتكلم على عموميات. الشيء الوحيد اللي ورد بشأنه تحديد هو قانون ضريبة القيمة المضافة، إنما باقي الحاجات ما قالكش أنا هعوم الجنيه مثلا، صح؟ ما كانش موجود الكلام ده واتخذ هذا القرار. واحد اتنين، إنه حتى لو كان اللي قدمته الحكومة لمجلس النواب وحازت قبول أو موافقة مجلس النواب عليه المفروض تقوله بما إن إحنا في مارس 2016 هم ما قالوش مواعيد، الحكومة ما قالتش مواعيد، قالت خطوط عامة لكن مواعيد هعمل امتى دعم والكلام ده. هنا انا قدام نص دستوري ما اقدرش اهرب منه، المادة 127 من الدستور واضحة جدا بتقول لا يجوز، كلمة لا يجوز واضحة، لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول على تمويل طب الا بعد موافقة مجلس. افهم من كلام حضرتك لما تبدا بالقرض انت رابط او شايف ان القرض ده هو سبب الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والازمة، انه الشروط او رؤيه القرض اللي احنا بننفذها واللي الحكومه بتقول انه لا بديل وده الاصلاح الاقتصادي وفي تكلفه وفاتوره وهنتحملها لفتره وبعد كده الوضع يتحسن، شايف ان دي هي الازمه؟ لا لا، انا شايف انه انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بصراحه. بقول لك يعني كل اللي انا شايفه حصل تعويم، لكن بكره يحصل ايه؟ ها؟ طبعا بكره يحصل ايه؟ انا بفسره عليهم في اطار الاتفاق بين الحكومه وبين الصندوق، وده من وراء ظهر الشعب، ده لا يجوز، عندي نص المادة 127، إذا كان الحكومة ليس لديها ما يخفيه، يبقى كان المفروض تتقدم إلى مجلس النواب تقول له شوف ده الموضوع، إحنا وصلنا للمباحثات مع الصندوق الدولي للنقاط التالية 1 2 3، وإحنا بشكل مقنع، الحكومة تقدر تقنع من خلال خبرائها مجلس النواب، وفي ناس محترمين وناس عندها مخ وتفهم، تقول له ده اللي اتفقنا عليه، لو سمحت لابد من المصادقة، لأنه ما لم يتم في عوار دستوري في هذه الحالة. احنا دلوقتي الاتفاق ده وافق عليه الصندوق في 11 نوفمبر 2016، احنا في 11 في داخلين على 11 في 8 نوفمبر، تمام؟ فات شهرين على الموضوع، وانا كل يوم بالمناسبة بدخل على موقع الوزارة وزارة المالية وعلى موقع الصندوق على امل ان انا اشوف، ومكلف 3 من تلامذتي يا جماعة دعبسوا عشان نشوف ايه خطاب النوايا. مش معقول. طب ما تخليني بقى اسال سيادة النائب، الحكومة متجاهلة المجلس ولا المجلس هو اللي مش قايم بدوره وبيتابع وبيسأل؟ يعني دكتور جودة هو عمال يعني بيطقص كل شوية يشوف لا الموضوع. لا لا لا. عايزين نعترف ان احنا امام وضع استثنائي. ان البلد بتمر بظروف اقتصادية، الاعباء والدين الداخلي والدين الخارجي، واعتقد ان من غير المقبول النهاردة حضرتك عشان يتحسن الاقتصاد المصري كان لازم يحدث اجراءات اصلاحية، وكان المفترض ان الاجراءات دي تتم على مدى 30 او 40 سنة بالتدرج. ولكن نتيجة يعني
تمسك الحكومات السابقة وعدم وجود إرادة سياسية في التعامل مع ملف الإصلاح الاقتصادي هو اللي وصلنا. مش معقولة لحد النهاردة أنا هفضل النهاردة أستدين عشان أصرف. النهاردة حضرتك نتكلم عن سعر البنزين، نتكلم على بعض السعر، يعني قرض الصندوق ده شر لابد منه. احنا في بس هل انتوا عارفين يا استاذ مجدي بالظبط الحكومة اتفقت عليكم؟ يعني انتوا عندكم المادة 127 بتقول لازم توافق فندم. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة، وحتى لو وافقوا التعويم يا فندم، معلش انا اسف تاني يا دكتور جوده، القرض اتاخد ومضينا وخدنا الشريحه الاولى ومستنيين الثانيه، يبقى ده تحصيل حاصل. انا اسفه يعني، بس يعني ده خطا نتعايش معاه ونمضي قدما. طب نعمل ايه؟ لا ما انا اللي بقوله، عارف لو تعايشنا مع ده ومضينا قدما ممكن اخبط في حيط. انا ما اعرفش بالظبط، انا اللي قاليني ممكن جدا بكل اللي موجود في الاتفاق النوايا يعني ده يعني يطلبوا يعرفوا لو كمان لو تقدم ليا ممكن جدا في النهاية ابصم عليه. نعرف كمان مذكره النوايا. اديني البدائل يا دكتور. هقول لك البدائل. يعني لا اديني البدائل في هذا الوضع الاقتصادي الحرج اللي حضرتك عايش فيه. اوكي شوف، انا استاذ مجد عشان بس اللي بيسمعونا ويشوفونا يعرفوا انا عايز اقول ايه. احنا بنكافح في البلد عشان نبني نظام سياسي محترم، والنظام السياسي المحترم لابد يضمن قدر من التناسب والتوازن بين السلطات. فانا عندي سلطه تشريعيه اللي هو مجلس النواب الموقر، وعندي سلطه تنفيذيه للحكومه وعلى راسها رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه فوقه، وبقى عندي سلطه قضائيه. تمام، دي السلطات الثلاثه. انا اللي شغلني انه يعني السلطه التشريعيه اللي هي المفروض المراقب في نهاية المطاف على أعمال السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، مغيبة في موضوع القرض. أنا مش بتكلم على إنه طب لو الحكومة ليس لديها ما تخشاه، وأن كل إجراءات اللي هي متضمنة في خطاب النوايا إجراءات وتقدر الحكومة تدافع عنها، ما الضرر احتراما لهذه الوثيقة اللي هي الدستور إنها تتقدم يا جماعة ده اللي احنا اتفقنا عليه، وأنا واثق إنه بشيء من الإقناع والنقاش هيتم. كويس، ده بالنسبه للنقطه المتعلقه سياسه الموضوع. نيجي بقى لسؤال البديل، هل كان لا طبعا انا قلت انا مش موافق وعندي بديل لسبب. اوكي انا موافق انه على مدى 40 سنه وربما اطول من 40 سنه حصل يعني حكومات تنكبت الطريق كتير بحيث ان الوضع تفاقم الى هذا الحد. كويس، السؤال بقى نعمل ايه؟ انا هقول لك التعويم يعني شيء غير معقول على الإطلاق لمن يفهم إيه معنى التعويم في هذه الحالة. لأن أنت بتتكلم على بلد سقط من جدول أعماله قضية الإنتاج على الإطلاق، وأصبح زي ما أنت أشرت بيستورد 60% من الغذاء بتاعه. فمع كل حركة في سعر الدولار الفاتورة بتاعة الواردات الغذائية ويمكن للسنة أنا بترتفع، ده هيسمع في عجز الموازنة. فالحكومة قالت لك أنا عندي عجز في الموازنة العامة وعندي عجز في الميزان التجاري، أحلهم إزاي؟ بالتعويم بالنسبة للعجز الميزان التجاري زائد فرض ضريبة جمركية، وبالنسبة للعجز بتاع ده أنا هرشد الدعم وهأفرض ضريبة القيمة الإيه المضافة. وكنتيجة الحكومة أول امبارح والنهاردة بيقولوا ارتفع احتياطي النقد الأجنبي والصادرات الواردات قلت مقابل الصادرات، إنه ده نتيجة للقرارات اللي خدتها الحكومة. مظبوط، ولكن على الجانب الآخر سعر الجنيه النهاردة كام؟ سعر الدولار النهاردة كام؟ 18 جنيه. تمام؟ 18 جنيه. انت عندك دين داخلي اقترب من 60 مليار حسب الارقام اللي بسمعها، 60 مليار دولار، ودي مساله شديده الخطور. يعني اصبح دلوقتي القلق بتاعنا كان على الدين الداخلي، اصبح جنبه قلق على الدين الخارجي. فالدين الخارجي معناه ان انا لازم ادفع اقساط واجبه السداد في مواعيد محدده وادفع فوائد. هذه المدفعات كلها بالنقد الاجنبي، يعني نقول بالدولار، فمع كل لما سعر الدولار يرتفع من 8.8 قول 9 الى 18، يبقى معناها انه الانفاق في الموازنه العامه لخدمه الدين الخارجي هيزداد، زائد الانفاق للدعم وما شابه هيزداد ايضا. فانا عايز اقول انه الموضوع لم يدرس بصراحه. يعني اوكي تقول لي بقى البديل، انا اقول لك بديل بالنسبه للجنيه تعمل الاتي: ما تعومش الجنيه، لان انت مش حمل تعويم الجنيه، انت اقتصاد صغير زي قارب في محيط الامواج بتاعته عاتيه جدا، ولازم يبقى ليك مرساة عشان تستقر في هذه المية الفظيعة. تعمل ايه؟ انا قلت انه البديل كان ان انا اغير نظام الصرف، اربط الجنيه بسلة عملات وليس بالدولار الامريكي، واسعى ليس الى تجميد سعر الجنيه او سعر الصرف، وانما الى تحقيق درجة من الاستقرار في سعر الصرف عن طريق اجراءات نقدية ومالية مساندة. يعني اعمل تشدد في السياسة النقدية،
انت تعرف مثلا البنكنوت في البلد دي بيزيد النهارده ب 17-18% رغم انه انخفض مؤخرا، انما بيزيد ده معدل الكلام المخيف. ده وارد او ينفع ان انا اتعامل الا لو كان تحرير سعر الصرف ده شرط او رؤيه صندوق النقد عشان اخد القرض؟ طب نعرف ازاي؟ فبالتالي الحكومه اضطرت انها تعمل الاجراء ده. ما تقول لنا الحكومه، تقول يا جماعه انا كنت مضطره ان انا اعمل الكلام ده عشان ده الاتفاق، لان احنا ما ده طيب. ده اساس هنا نرجع برضو لنفس النقطه اللي ابتدينا بيها المصارحه. لا بس اكمل هو قال لي ايه البديل عشان طيب قلنا نربط الجنيه المصري بسله عملات. واحد اثنين ان اتخذ اجراءات لتقليل الواردات، ودي النقطة اللي الحكومة مصرة على انه لا يمكن الا من خلال الضريبة الجمركية. لا تم اتخاذها. نعم؟ تم اتخاذها بالفعل، واعتقد ان نسبة الواردات في الفترة الأخيرة قلت بنسبة من 30-35% في خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. لا ما هو تسألني بقى، أنا اقتصادي محترف، ها؟ يعني كل أنا لازم أبحث عن السبب وسبب السبب أيضا. اللي حصل نتيجة لعدة حاجات. واحد، ارتفاع سعر الدولار. كويس؟ اثنين، تآكل الدخول الحقية للأغلبية العظمى من الشعب المصري فإنفاقهم على الكثير مما كان يستورد قل. هل ده خير ولا شر؟ هل ده كان البديل الوحيد قدامنا؟ أنا رأيي لا، ما لم يكن البديل، بدليل إن كان عندك صناعات إنتاجية زي مثلا في مجال الأدوية، في مجال صناعات مختلفة بتشتكي من ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ضعف التنافسية. فأنا برضو مش مرتاح أو بحكاية إن الواردات قلت ومش مطمئن للموضوع، لأنه السبب الحقيقي هو انكماش الدخول الحقية وتآكل الطبقة الوسطى وتردي الموضوع. طب هو حضرتك بالنسبة لي أنا لا معلش، لأنه أصل دي نقطة مهمة، الحكومة مصرة على إنه لا يمكن اتفاقاتنا الالتزامات الدولية لا تسمح لنا بتخفيض الواردات. الكلام ده مش صحيح. قلت مليون مرة يا جماعة في حاجة في اتفاق الجاز المادة 18 به، المادة 18 به يروح يفتحوها ويقروها. المادة 18 بتقول لي انه من حق الحكومة كعضو في منظمة تجارية تضع قيود على الواردات تصل الى مستوى الحظر، حظر الاستيراد او حصة من بنود معينة بشرط التفاهم مع الشركاء التجاريين. وفي الحالة دي ايه الميزة بتاعت هذا الاجراء؟ ان انا بستخدم حق من حقوق الدولية. التفاهم يعني بطلب الموافقة، ان لازم الطرف الاخر يوافق على الاجراء. الطرف الاخر له دماغ وعارف. انت لما تقولي له ان الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات خارجية وترتب عليها تآكل احتياطي النقد الاجنبي بهذه النسبة المخيفة. بس ده متوقف برضه دكتور جودة، الطرف الاخر ده هيساعدك ولا لا؟ هو مش هيساعدني، هو بيساعدني يعني هيوافق على الطلب ده ولا؟ هو لازم يوافق على الطلب ده، لانه طلب معقول وطلب هو خلي بالك اصله انا مش هقعد لوحدي معاه وجه لوجه. انا قاعد في منظمه التجاره العالميه اللي هي الحكم بيني وبينه، وفي ايد النص بتاع الماده 18 بي، اصل النص واضح والا يبقى ما فيش اساس للكلام. وبعدين عندي الحجج بتاعتي لما قال الي وضع الاقتصاد المصري اللي يؤهلني بس مع الظروف دي والوضع بتاعنا بتسمع عن دول بتاخد اجراءات حظر استيراد محاصيل بعينها من مصر، يعني هي مش بتساعدك اهو، انت شايف الوضع عندك وحش جدا وصعب وبتزود عليك. لا دي قصه ثانيه. فان انا بشكل سياسي بالظبط، ما هو ده بتكلم فيه، ده ضغط سياسي إن انك انت مش ضامن قوي الطرف الاخر انه هيساند ليك او هيتفهم وجهه نظرك او هيساعدك في طب خليني بس عشان ندي برضو فرصه لسياده النائب تعليق حضرتك وردك برضو على اللي قاله دكتور جودة يعني ودور مجلس النواب، وان الحكومه برضو يعني لا انا عايز اسال استاذ مجلس يعني تكون هل انتوا عندكم فكره او عامله حساب للمجلس هتعرض الاتفاق مع الصندوق على المجلس؟ المفترض ان يتم عرضه على اللجنه الاقتصاديه، واعتقد ان هيتم عرضه خلال الايام يعني الموضوع. وصل بالفعل للاتفاق؟ بالفعل يا فندم. وشفت خطاب النوايا؟ يا فندم موجود بس انا لم اطلع عليه. وانا لم اطلع عليه. لم ينشر خطاب النوايا؟ لم ينشر. بس موجود يا فندم. يعني الاتفاقيه جت؟ موجود يا فندم، موجود. وخطاب النوايا كله وصل؟ موجود في اللجنه الاقتصاديه، والمفترض ان هيتم مناقشته في الفتره اللي جايه. ما اتقالش اصل هو حضرتك الاجراءات اللي تم اتخاذها في التعويم كانت اجراءات استثنائيه وفجائيه وكان لابد منها. ومردود التعويم ده حضرتك النهارده على الانتاج المحلي، على تشجيع الانتاج المحلي وعلى الزراعه وعلى الصناعه، ومردوده النهارده على جذب الاستثمار من بره. النهارده حضرتك انت عارف السعرين اللي كانوا موجودين، كان في فرق كبير بين سعر الدولار في البنك المركزي وسعر الدولار في السوق السوداء. يا استاذ مجدي ده كان عامل اشكاليه كبيره حضرتك. الحكومه خلي بالك، لا مؤاخذه يعني، دي قصه الحكومه، ده الكلام اللي بتقوله الحكومه. انا اتوقع من ممثل الشعب ان يقول لي المواطن الغلبان اللي بان تحت وطئ ارتفاع الاسعار نتيجه لا ما دي لا خلاف انه بيعاني يا فندم، ندخل في المعادله بتاعتك يا فندم بعد اذن حضرتك. ما هو انا بقى عليا بقى النهارده ادخل بقى النهارده قانون الاستثمار داخل، تحفيز الاستثمارات،
تشجيع الانتاج، كل ده النهارده هيبقى مردوده ايه؟ ما انا عارف احنا في ازمه، وفي ازمه اقتصاديه حقيقيه وبتمس كل مواطن، وعلاج مر بس كان لابد منه. هنفضل لحد امتى النهارده؟ بس هل يستقيم الحكومه تنفرد يعني بكل ما تتخذه من اجراءات في غيبه مجلس النواب وفي غيبه الشعب؟ يعني سياسيا انا بسالك، هل ده وضع مقبول؟ لا غير مقبول طبعا، لا غير مقبول، في بعض الاجراءات غير مقبوله بكل تاكيد. طيب بس ازاي يعني نقطه وخلاص، ولا لازم مجلس النواب يعني يبقى ليه مخالب انياب يعني ايه بس يبقى؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، يعني مش عايز اقول لك ان مجلس النواب ده بيتحمل كل اخطاء السياسات، ده مش مطلوب. اه والله ما انا بقول لحضرتك يعني، لان برضه احنا شعرين ان البلد بتمر بظروف استثنائيه. يعني حتى النهارده الدور الرقابي اللي احنا شغالين فيه انا عارف انه غير مرضي للشارع لحد النهارده، نتيجه ان احنا الوضع كله وضع استثنائي. يعني هقول لك على حاجه، في الدور الرقابي ما قلناش غير انه اول التقرير لجنه تقصي الحقيقه خاص بفساد القمح، ده توريد القمح، قلنا ده الحاجه الوحيده اللي شفناها في المجلس وماسكين فيها بدنا وسكن. لا والله يا لكن ما انا برضو عايز اسال، عملنا حضرتك متابعه للجان النوعيه، بس دلوقتي يا سياده النائب احنا ما شفناش حاجه بعد التقرير. ده عدد عدد طلبات يعني الاحاطه وعدد البيانات. أيوة. فين مجلس النواب ان هو يحاسب ويسائل بعد التقرير؟ يعني حصل ايه بالتقرير ولا لا؟ ما انا هقول لحضرتك، لا ما هو للاسف برضو في قصور اعلامي في التركيز على الناحيه دي. يعني حضرتك احنا كنا بنتكلم على حاجتين. لا فين حصل جلسه عامه يا فندم وحاسبته وجبتوا مسؤولين ووزراء يا فندم؟ ما هو احنا بعد اذن حضرتك التقرير خلص الى ايه؟ خلص الى تحويل المسؤولين الى النيابه العامه، الى النيابه العامه ولجهاز الكسب ضمن المشروع ولجهات التحقيق. هناك بقى إجراءات إصلاحية، وهي ده دورنا كمجلس نواب اللي تم اتخاذها لإصلاح المنظومة لمنع هذا الاستنزاف وإيقافه في الأعوام المقبلة. بس غير المسؤولية الجنائية اللي هي محل تحقيق قدام النيابة العامة، ده في ده شأن مسؤولية قضائي. سياسية حضراتكم المفترض تتابعوا فيها المسؤولية السياسية فندم. بالنسبة للوزير كدورنا إحنا مجلس نواب انتهت بمجرد خروج الوزير من الحكومة، وأصبحت المسؤولية جنائية قضائية، مسؤولية خاصة بالقضاء. دي مش مسؤوليتي انا، مش انا اللي اروح احاسب الوزير، هو النهارده مش في الحكومه، لو كان في الحكومه كنت انا اللي هحاسبه، انما هو النهارده دي مسؤوليه قضائيه. لكن احنا اتخذنا اجراءات، يعني منها النهارده كنا مع السيد رئيس الوزراء، وكان موجود معانا السيد وزير التموين ومحمد بيه السويدي، وكنا بنتكلم عن بعض الاجراءات الخاصه بالسلع والخاصه بتوريد القمح والخاصه بالتجهيز الشون. ويعني عايز اقول لحضرتك ان تم اتخاذ اجراءات بالفعل في هذه المنظومة بهذا الشأن. إن شاء الله بإذن الله السنة دي مش هيتم استنزاف، يعني نأمل إن ما يتمش استنزاف جنيه واحد في المنظومة دي إن شاء الله. طيب أستاذ بجدي خليني أقول لك بقى يعني للتاريخ وعشان الناس تبقى عارفة. اتفضل. في مايو 2015 العبد الله قدم مذكرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بفساد القمح في موسم 14-15. في ذلك الحين كان الكلام على حاجة في حدود 1.5 مليار جنيه حجم الفساد في الموسم ده، وكان الغرض من المذكرة التحذير والتبصير واتنين وثمانية من عشر 2 مليار يعني موسم في موسم 2015 2016 آه يا فندم 2015-14-15 2.8 مليار جنيه آه يا فندم كويس، أكتر من المبلغ اللي أنا قدرته. عظيم. وكان المفروض وقتها انه ما يحصلش اللي حصل في موسم 15-16. فهل الحقيقه مش مطمئن انه بعد الاجتماع اللي عملتوه ولما هنيجي بقى في موسم 16-17 مش هتتكرر نفس الكلام؟ لا انا باكد لحضرتك. او ازاي؟ لا ما انا باكد لحضرتك اولا يعني برضو دي احد فوائد التعويم. النهارده السعر النهارده ما بقيش، مش هيبقى في سعرين للقمح المصري، لان تقريبا النهارده سعر القمح المستورد بقي اعلى من سعر القمح المصري المحدد العام الماضي. وعلشان كده الحكومه النهارده قالت ان انا هستلم الاقماح المصريه بالاسعار العالميه، يعني معنى ذلك انها تستلم الاقماح من الفلاح المصري النهارده ب 560 او ب 600 جنيه تقريبا. مش هيبقى في سعرين. طب بالمناسبه وفي قصب السكر كمان بالمره سيبنا كده دكتور هوده. لا لأن قبل ما نوصل للسكر طب معلش اتفضل. القمح انا عايز انصح الحكومه المبجله انها تدرس موضوع دفع سعر قمح للفلاح معادل للسعر العالمي مع ترجمة. احنا دارسين تكاليف الانتاج. لا معلش انا عايز اقول لك اللي يتابع شوف كده، هات سلسله زمنيه لسعر القمح عالميا وشوف السعر يوم في السماء وتاني يوم في الايه في الارض،
وده ينطبق على السكر، وشفنا القصة بتاعت السكر وغيره من السلع. انت دلوقتي ما عندكش جاهزية لانك انت تربط الاقتصاد المصري بالخارج في هذه الظروف، وبالتالي انا شايف طيب انت دلوقتي قلت انا هدفع للفلاح سعر عالمي، افرض بكرة اصبح السعر العالمي 200 جنيه لتر 200 دولار للطن، لما تيجي تترجمها هتجد ده قد لا يغطي تكاليف الانتاج اللي بيتكبدها الفلاح المصري. انتك تعمل ايه في العمليه؟ 200 دولار يعني 4000 جنيه، يعني 600 جنيه يا فندم محسوبه. افرض انها 150، ما هو ممكن يوصل. لا هو مش 150، لا يعني متوسط سعر. انا اللي انا عايز اقوله بشكل عام يعني شوف انا اصل دارس الموضوع وعارف انه سلع مثل القمح والارز والكلام ده والسكر زي البترول بيبقى بورصة عالمية وبقى بالسعر العالمي. أنا مش حمل أن أعرض الاقتصاد بتاعي، أنا شغال في الباب كليات، أنا ما عايز أدير العلاقة مع الخارج زي فكرة الهويس. يعني حضرتك من المنيا وأكيد وإنت بسبب بتفوت على الأهوسة اللي موجود، لو حد طلع في دماغه قال لك طب ما تكسر الأهوسة دي لأنها بتعطل الملاحة، هتكون نتيجة أن المركب اللي جاية من قبل البحري هتروح نازلة نزول مثلا 2-3 متر، والمركب اللي رايحة من بحر الإبل مش هتعرف تمشي، مظبوط؟ بسبب هذا الموضوع. فأنت في الحقيقة يعني أنا بأنصح الحكومة تعيد النظر إذا كانت بالفعل اتخذت قرار لربط سعر القمح محليا بالسعر العالمي بهذا الطريق. تعملوا مع كل لا دكتور يوسف حاجة تانية. طب معلش أنا لازم نطلع لفاصل، وبعد الفاصل أرجع لحضرتك وتعليقك ونكمل مع ضيوفنا بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، مستمرين في نقاشنا مع دكتور جودة عبد الخالق وسيادة النائب مجدي ملك. والكلمة كانت محدك قبل الفاصل، والسؤال دور مجلس النواب وازاي يتعامل او يشوف الحكومة اضعف الايمان توفير السلع الاساسية وباسعار معقولة للمواطن. بكل تأكيد هناك دراسات بتتم وهناك جهد بيبذل لتوفير السلع وتخفيف العبء عن المواطن، وان كان بعض يعني غياب دور الرقابة طبعا احد العوامل. عندنا برضو ارتباك في بعض السلع نتيجة برضو التعويم زي ما الدكتور قال، عمل ارتباك في السوق. وفي عايز أقول لحضرتك راضين عن أداء الحكومة؟ لا، في كثير من الحقائب الوزارية وإحنا صرحنا هذا الكلام أكثر من مرة بتفتقر للرؤية، بتفتقر لمقومات القيادة. يعني كل من يدير مؤسسة مش كلهم عندهم يعني الحوافز والمقومات الشخصية للإدارة، وقلنا إن في بعض الحقائب الوزارية كان يجب تغييرها من سنة لورا، هذا لا خلاف عليه. طيب مستنيين انه رئيس الوزراء صرح وقال وارد ان يكون في تعديل وزاري؟ لا ده اكيد في تعديل. مستنيين ده يجي من رئيس الوزراء ولا يكون في حاله ومساءله وطلب كده داخل المجلس؟ يا في مساءله يا متحدثك، انت الاسبوع اللي فات لو حضرتك شفتي قناه العالم مسجله في لجنه الزراعه يعني ثلاث وزراء بيديروا اداره فاشله، ما عندهمش اي معلومات. عندنا مشاكل، احنا ما بنقولش ما عندناش مشاكل، ده حقيقه ولازم نعترف بيها، بس انا عايز اقول لحضرتك ان كتير من المشاكل بس ما بتوصلش لمساءله، لسحب الثقه، لاستدعاء وزير، لمواجهه لدنيا الادوات البرلمانيه. بيتم استخدام الادوات البرلمانيه، واحنا عايز اقول لحضرتك انت كنتوا اخر مره من فتره كده قلنا هندي للحكومه فتره او مهله 3 شهور، كان في هبه كده وقلنا هنسحب الثقه من الحكومه، كان قلنا عشان الظرف السياسي هنأجل، لكن عينينا على الحكومه هنشوف ادائها وارد ان احنا الشهرين اللي جايين دول في تغيير ان شاء الله. يا استاذ مجد خليني اسالك، هل فكرت اقدم استجواب بقى، خلي بالك ده مش هزار. لمين لو استجواب؟ حصل يا فندم للحكومه، كل الحكومه حصل للحكومة. مش للرئيس الوزير محدد. لا ما هو الاستجواب ما عايزين وزير بقى على قد يعني. الاستجواب ليه اركان يجب ان تكتمل، مستندات وقائع محدده. لا تشكيلها كده، لا الاستجواب يتم تقديمه لوزير مختص في قطاع ما على مشكله ما بيتوفر فيها مستندات واخطاء. طب لو اخترت وزير بعينه دكتور جوده الحقوق المجلس النواب يساله يبقى مين او يستجوبه؟ ده هو مجلس النواب اللي يقول مش انا. لا لما يا فندم لما يعمل يعني حضرتك شايف كده اداء الحكومه مين اكتر الوزراء بصراحه اللي يعني انا بقولها بصراحه وكلهم ناس يعني محترمين، انا ما عنديش مشكله شخصيه مع اي حد، انما اداء مهزوز جدا يعني بصراحه بقولها يعني. طب المجموعه الاقتصاديه وادائها؟ المجموعه الاقتصاديه ادائها باهت ومن الخطوره بمكان ان يبقى الانجازات هو الحصول على تمويلات. بالمناسبه دي كلمه مضلله جدا، عايز انتهز هذه الفرصه
ما فيش حاجة اسمها تمويلات في العلاقات الاقتصادية بين الدول. في حاجة اسمها مقرض ومقترض، صاحب اليد العليا وصاحب اليد السفلى. اتكلمنا على موضوع قرض الصندوق وقلنا فيه شروط ولغايه دلوقتي ما نعرفش ايه الشروط. طب اسمح لي عشان في النقطه دي بتنضم لنا دكتوره بسنت فهمي، عضو مجلس النواب وعضو اللجنه الاقتصاديه في المجلس، استاذ الاقتصاد طبعا. برحب بحضرتك معنا دكتوره، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. دكتوره بسنت، دكتور جوده دلوقتي كان بيسال بخصوص اتفاق صندوق النقد وخطاب النوايا، وهل عرض على المجلس ولا لا، واستاذ النائب قال ان هو المفترض ان هو في اللجنه الاقتصاديه، فنسال هو على موجود وصل في المجلس بس مش في اللجنه الاقتصاديه. موجود في المجلس لسه ما وصلش للجنه الاقتصاديه. تمام، لكن يعني مكتب رئيس المجلس فين يا فندم تحديدا؟ يعني في مكتب لا، هو لما بيجي للمجلس بيروح للمجلس لرئيس المجلس مكتب الرئيس، لكن لسه احنا لسه ما شفناش لا الاتفاقيه ولا الخطاب بتاعه. النقطة اللي كنا بنسأل عنها الدكتور جودة أثرها بخصوص أنه المفترض كان الكلام ده يتعرض على المجلس ويتم الموافقة قبل ما الحكومة توقع ده وفقا للدستور، وكمان أنه هل كان في يعني ده الشر اللي لابد منه، ولا في بدائل طرحها دكتور جودة بديلا عن الاقتراض وشروط الصندوق؟ لا طبعا دكتور جودة مع حق، كان لازم يجب أن يعرض على المجلس، لكن الحكومة قالت فكره يعني ناقشت الموضوع بطريقه اخرى. انا بس بتفق مع الدكتور جودة، هي قالت احنا عرضنا الخطه بتاعه 2030 وكان ده ضمنها، وانتوا وافقتوا على الخطه يبقى انتوا ضمنا وافقتوا على الفرض. دي وجهه نظرهم، لكن طبعا الموافقه على مبدا سد الفجوه شيء، وانك تطلعي على الاتفاقيه وتقرايها بدقه وتشوفي ايه اللي مكتوب فيها شيء اخر. واخده بال حضرتك؟ لكن الحكومه زي ما بقول حضرتك اعتبرت انه قالت انا عندي فجوه تمويليه قد كده حسدها بقروض، واعتبرت ان قرض الصندوق من ضمن هذه القروض بحكم ان ده حقنا يعني بين قوسين ان تاخذ منهم قرض. لكن انا اعتقد وبتفق مع الدكتور جوده كان يجب ان احنا نشوف بنود الاتفاقيه قبل ما تتمشي. طب دلوقتي هتشوفوه طبقا للدستور يعني. هنعمل ايه يعني؟ هيبقى تحصيل حاصل ولا هيبقى فيه رؤيه، ولا هننقذ ما يمكن انقاذه، ولا خلاص هو ده الوضع وهنرتضي؟ لا مش ممكن انقاذه، انا ما عنديش يعني، انا شفت اتفاقيات للصندوق قبل كده كثيره، عاده ما بيبقاش فيها حاجات لانها يعني اذا جاز التعبير ستاندرد الا اذا كان هناك شروط، وانا لا اعتقد لكن لازم نشوف بالظبط احنا مضينا على ايه، ده برضو الدستور. طيب بس المجلس مضى برضو على الموازنة يعني اللي فيها عجز، وده كان لا، ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، احنا من حق احنا مساهمين في الصندوق فده حق لينا، احنا ما ساهمناش في الصندوق شياكة، ساهمنا عشان لما نحتاج ناخد، من حقنا ان احنا ناخد قرض، ومن حق الصندوق يتأكد ان احنا نستطيع ان احنا نسد القرض. قرض الصندوق من مزايا زي ما طبعا الساده الافاضل اللي عند حضرتك دكتور جودة استاذنا وكلنا والسيد النائب زميل، انه ده بيبقى قدام العالم له شكلتين. وانا دايما بقول بحكم ان انا مقرضه طول عمري، انا احب يبقى معايا جهه اخرى تبص معايا، يقولوا اربع عينين احسن من عينتين. طب دكتوره بسنت كمصرفيه برضو وتحرير سعر الصرف وتوابعه توابع اللي ترتبط عليه، زي ما كان دكتور جودة بيتكلم انه يعني السوق غير مهيئ، كنت بقول تحرير سعر الصرف واثر ده على السوق وارتفاع الاسعار والتضخم ما الى اخره، كان في بديل اخر ممكن يتاخد بدل الخطوه دي ولا لا؟ شوفي حضرتك، تحرير سعر الصرف انا من وجهه نظري لا يصح ان يكون في تعرير في السوق، وله جوانب ايجابيه كثيره جدا. شوفي الاحتياط ارتفع والسوق كله بقى جوه البنوك والناس كلها بتغير في البنك، وده كلام جميل قوي، لكن انا اللي انا عسبان حقيقه اني لم ارى تنسيق كافي ما بين البنك المركزي والحكومه في تبعيات ده على محدودي الدخل اولا. يعني انا لما بقولش ان القرار غلط، القرار صح، وجايز ما كانش عندنا في الوقت ده يعني اي خيارات اخرى وايجابياته كثيره، لكن ان انا لا احسب بالظبط اثره على محدود الدخل، اثره على المديونيات بالدولار. يعني خلي بالك في مشاكل كتيره قوي مفهوم لسه ما طلعتش على السطح، في ناس كانت مديونه بمبالغ دلوقتي المبالغ دي ضعيفه. انا ان العمله بقت ضعف. تمام. فانا اللي انا شايفاه انه ما كانش في تنسيق كافي
عند اللي هم المفروض هياخدوا القرار ده كانوا درسوا كل اثاره وخاصه اثره على محدود الدخل. تمام، انا بشكرك دكتوره بسنت فهمي. ونقطه كنا بنتكلم فيها المجموعه الاقتصاديه والسياسه الاقتصاديه والماليه والتنسيق ما بينهم او التكامل لو مفترض ده يحصل. صحيح، يعني يمكن طبعا الحكومه فيها نقط ضعف كتير، لكن ربما في الظرف الراهن المجموعه الاقتصاديه هي اكبر نقطه ضعف في الحكومه حقيقة. يعني ده مش تعبير عن أي مشاعر شخصية، أنا بأكن الاحترام للجميع، إنما أما أجي أشوف مثلا وزارة التعاون الدولي تتكلم على حاجة اسمها شركاء التنمية، ده تزييف للواقع الأمر. واقع الأمر إن أنا صاحب اليد السفلى بمد إيدي واقترض، ما يصحش أسمي ده تمويلات، أسميه اقتراض. وبالمناسبة في آخر اجتماع للرئيس مع الوزيرة قال خلي بالكم وموضوع الدين، كلنا شفنا الكلام، موضوع الدين الخارجي، لما الدين الخارجي يصل إلى قرابة 60 مليار دولار، حيث أنه كان تقريبا نص هذا المبلغ من فترة قصيرة، معناها أنه احنا فتحنا على الخامس في الاقتراض. ودي قضية، مع كل ارتفاع في سعر الدولار العبء بتاع هذا الدين سيزداد زيادة كبيرة بكل ما يترتب عليه من الناحية النقدية والناحية المالية. أنا عايز يعني واحدة من الحاجات لازم الحكومة تعملها تحط لي رقم تقول لي أنه لا يتجاوز الدين الخارجي هذا الرقم. ومثلا أمريكا كلنا شفنا أنه الحكومة بتطرح رقم وسقف الكونجرس يوافق عليه لا يمكن تتجاوزه، وشفنا مره الكونجرس رفض يوافق على الميزانيه. احنا في الحد الايه يعني الخطر الامن 2 تريليون تقريبا دلوقتي؟ لا، هو الخطر الحد الامن له محددات كثيره، منها مثلا نسبه الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، نسبه الدين الى نسبه الجزء القصير الاجل من الدين، ده وجه الخطوره المحلي للخارجي. لا، المحلي الخارجي، لأن بنتكلم على لو بنتكلم على الدين الخارجي او الدين الداخلي. فالدين الخارجي بيقيس مدى الخطوره بتاعته بنسبته للناتج من ناحيه، ونسبته الى حصيله النقد الاجنبي بالذات الصادرات السلعيه من ناحيه ثانيه. وبنظر الى نسبه الدين قصير الاجل اللي هو اقل من سنه، لانه انا بنقسم الدين الى قصير الاجل اقل من سنه، متوسط من سنه الى 3 سنوات، طويل من 3 إلى 5. الطويل من 3 إلى 5 ده مش مشكله كبيره لدرجه، انما المخيف هو الدين قصير الايه؟ قصير الاجل. فارتفاع الدين الى 60 مليار لو انا حسبتها دلوقتي بتكلم على حاجه اقتربت من حوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي. اذا نسبته الى قيمه الصادرات بتاعتي والى قيمه احتياط النقد الاجنبي هحس بمدى خطوره الايه؟ خطوره. فالحكومه ملزمه انها، ويمكن مجلس النواب بيحب يقول الكلام ده، احنا شايفين المصلحه تقتضي، تعمل لي سقف للدين العام داخلي وخارجي لا يتجاوزه، لانه ده عبء على الاجيال القادمه. تمام. كل استاذ النائب، والله بكل تاكيد كلام بيقوله الدكتور ده كلام موضوعي، لكن عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان ال 30 سنه الاخرانيه ناتج الدخل القومي في كثير من القطاعات تم تدميره. لما اتكلم عن الزراعة المصرية اللي كانت بتمثل 69% تقريبا من ناتج الدخل القومي، النهاردة بتمثل كام؟ لما اتكلم عن قطاع زي الزراعة ده واتكلم وقول ان انا كان عندي 2,360,000 فدان كانت بتزرع قطن، وكنا بنحتل العالم كدولة اولى في تصدير الاقطان المصرية، النهاردة انا زارع 121,000 فدان. لما اقول ان انا النهاردة ما عنديش انتاج، ما عنديش صناعة، كل ده تم تدميره بسوء الادارة. بس انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، هل الدولة المصرية قادرة على عبور الأزمة الاقتصادية ولا غير قادرة؟ هل أنا عندي مقومات الاستثمار ومقومات النجاح إن أنا أعبر الأزمة دي وعدي ولا ما عنديش؟ لازم تشوف مؤشرات برضو. أنا عندي، ما أنا بقول لحضرتك أنا عندي كل المقومات. أنت عندك المقومات، لكن في مؤشرات إن إحنا شغالين صح علشان نوصل لحد النهاردة إحنا ما اشتغلناش صح. ما أنا بقول لحضرتك. أنا أستاذ مجدي، إيه اللي مطلوب؟ سياسة. بمعنى رئيس الوزراء، يبص في عينين الناس ويتكلم ويقول لهم يا جماعه وضعنا على النحو 1 2 3، يوضح الحاجات. احنا قاعدين بنتكلم يعني في قرض الصندوق ما احناش عارفين. يعني الدكتوره بسنت اتكلمت قالت هو لسه حتى ما جاش اللجنه الاقتصاديه، اللي هي المفروض يعني اللجنه النوعيه المختصه داخل مجلس النواب، وفات شهرين على الموضوع ده، وضع غريب جدا. طيب لما اجي اقول انا عايز اهتم بالزراعه والصناعه،
سياسة الباب المفتوح بدعوى أننا لا يمكن أن ندخله، لا يمكن هتمكنك لا من تنمية وتطوير الزراعة ولا تنمية وتطوير الصناعة. كل التجارب دي بتقول كلام، وبالتالي أنا عندي حقوق كعضو في المجتمع الدولي في منظمة التجارة العالمية بتقنني هذه الإيه هذه المسائل. يعني مثلا اليابان على سبيل المثال عندها ما فيش حاجة اسمها سعر الأرز العالمي يسمع لغاية ما يوصل للإيه للمواطن. يعني قال لك إن دي قضية أمن قومي، اليابان مجموعة جزر ممكن أي قوة بحرية تيجي تحاصرها تجوعنا، فأنا لازم أعمل حساب هذا الإيه هذا الاعتبار. فهكذا الشأن بالنسبة لي. أنا عايز أقول اقتصاد السوق نعم، لكن ادعاء الحكومة بأن اقتصاد السوق الحر يعني إن أنا أسيب الحبل على الغارب الباب مفتوح على مصراعيه، دي بصراحة وصفة للكارثة ولا يمكن تتوقع. لا استثمارات تيجي، ممكن تيجي البورصة. هقول لك ليه بقى؟ لأن البورصة دلوقتي كل شيء في مصر بقى بنص قيمته بعد التعويم وبفضل التعويم، صح؟ لا ان شاء الله احنا بنامل ان بعد قانون الاستثمار الجديد يبقى فيه تحفيز للاستثمار، يبقى فيه استثمارات تغطي، لاني انا بقول لحضرتك عندي طب ازاي يا استاذ مجدي ازاي يا فندم؟ انا النهارده عندي مثلا على سبيل المثال محور قناه السويس، في كل المقومات، موقع جغرافي فريد، في كل المقومات النهارده الجاذبه للاستثمار. لو انا اشتغلت ليه بشكل علمي وبرؤيه وبتخطيط سليم النهارده انا ممكن اعبر. هو شوف انت قلت حاجه مهمه جدا، برؤية وتخطيط سليم، تمام. ما احنا بنقول دي لا اللي انا بقوله، يعني مثلا بتتكلم على الصناعة، في حاجة اسمها سياسة صناعية. حتى الآن الموضوع تطوير الصناعة مش معناه انك تدي رخص لإنشاء المصانع وتدي أراضي، الموضوع أبعد من كده بكتير. عايز سياسة بمعنى إيه؟ الناس اللي هيلعبوا في الملعب ده هيلعبوا طبقا لأي قواعد وإيه المحصل. لما نيجي للزراعة وأنت رئيس لجنة الزراعة في البتاع، أنا بندهش جدا ويمكن تحبوا تطرحوا المسائل دي على الحكومة، كيف يمكن السماح باستمرار الغاء الدوره الزراعيه في هذا البلد؟ يا فندم ده في حاجه اهم من كده، انا لسه مقدم طلب حاطه ليها. انا عندي رئيس الجمهوريه في شهر 4/2015 اصدر قرار جمهوري بانشاء مراكز الزراعه التعاقديه. الزراعه التعاقديه دي فيها مخرج لكثير من مشاكلنا، يعني حضرتك مشكله الرز ومشكله الرز ومشكله السكر، وحضرتك ادرى مني بالكلام ده، دي مشكله مفتعله. انا النهارده بنتج 7 مليون طن رز، بستهلك 3 مليون، ازاي مش عارف اخد من الفلاح المصري الثلاثة دي مليون، الثلاثة مليون، ده سوء إدارة، سوء إدارة للحكومة، مفيش خلاف عن هذا. زي ما أسمح بتصدير الرز يا أستاذ فندم ده ممنوع. لا لا ده في قرار ممنوع بيتم تهريبه يا فندم، هو ليه بقى كمان بيحصل الحاجة. خليني أقول لك حاجة، أنا كنت دكتور جودة من بدل اللي بتتكلم فيه التحايل اللي بيحصل والفساد، محور الفساد كمان محور مهم، أنا عايز آخد رأي حضرتك برضه. بس على الموضوع ده بيستنزف 40% من الوزن. التجار بيعملوا إيه؟ بيروحوا جايب لك حاويه يحط في قلبها رز ويغلفها بفاصوليا ومش عارف ايه. فاهم انا بقول لحضرتك جبنا جهاز من القوات المسلحه ويصدروا على انه ايه؟ على انه فاصوليا. كويس كده؟ الطن ب 1000 ب 1000 دولار رز. انا فاكر القصه دي، جبنا اجرنا جهاز من القوات المسلحه حطوا فيه الشفره بتاعه الرز المصري بحيث انه لما يحركوا على حافه الحاويه دي من بره يقول له في رز في البتاع دي. طب هو ما بيتفتش، ما تفتحش الكونتينر ده؟ فندم انا لسه في اخر جلسه طالبت بمحاسبه المسؤولين عن تصدير الرز وتهريبه وتصدير بعض الحصيلات وتهريبها اللي هي ممنوع اساسا، وهو السكر سيادتك. لما تم تصديره في شهر 2/2016 كان بقرار من مين؟ الوزير المسؤول. قرار خاطئ من الوزير المسؤول، هو اللي عمل لي الفجوه يا فندم. هي سوء سياسات، سوء اداره عندي بشكل، والفساد بعينه في قرارات تتخذ غلط تتحمل فيها مسؤوليه. انتوا بقى في المجلس كمراقب للحكومه. نعم كلمه اخيره بس، يعني انا سايبه الحوار، انا مستمتعه جدا يعني، وواضح انك مش راضي مش بس عن اداء الحكومه ولا عن اداء مجلس النواب كمان. صحيح؟ مع احترامي للجميع. مره دي عن ايه؟ ايه الحاجه اللي شايفها يعني لا بص اذا كان حاجه كويسه ليك معناه ان انا راجل مش متشائم. لا انا مش متفائل شائم، انا قلت انا متفائل. التفوا بعض يا دكتور. لا 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 انا متفائل بس بالمعنى ايه؟ لغه فلاحين بقى. بقولها تتعكر قبل ما تروق. انا بقول لك بامانه، انا راجل فاهم. تتعكر قبل ما تروق. طبعا يعني اللي يتصور البلد دي هتنط كده من الوضع اللي هي فيه؟ لا طبعا. لا محتاجه شغل. لا طبعا محتاجه شغل ومحتاجه، وذلك الحكومه ومعها مجلس النواب كقوة ضغطة لازم ياخدوا بالهم من طاقة الحمل عند المواطنين المصريين على تحمل فاتورة ما يسمى الإصلاح. إذا تجاوز الأمر حدود الاحتمال ممكن يحصل شيء يعني أرجو. لا أنا 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 بطمنك وبطمن الشعب المصري، إحنا حريصين هيمسكوا في الناس دي أول حاجة. لا 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 إحنا حريصين. لا إحنا حريصين
على المواطن المصري الفقير والبسيط ومتوسط الدخل، لكن احنا ورثنا مشاكل كتيرة من غير المقبول وغير المعقول. النهاردة ان انا لحد النهاردة انا الدولة الوحيدة في المنطقة اللي بتدعم بترول ب 220 مليار، رغيف الخبز النهاردة انا الدولة المصرية بتدعمه ب 55 مليار وما بيصلش الى مستحقيه. عندنا مشاكل في الدعم، الاصلاح الاقتصادي خطوات. وعلى فكره ده دعم مش للرغيف الخبز، دعم للتجار واصحاب المطاعم. ما هو انا بقول لك يعني حضرتك معترف انه لا يصل الى ايه؟ طبعا لا يصل طبعًا الى مستحقيه. يبقى يجب اعاده النظر في منظومه الدعم. الاصلاح الاقتصادي خطوه للاصلاح، ولكن يجب ان تكون محسوبه العواقب. انت تجيب الوزير مسؤول تقول له ورينا احنا نكمل بقى بعد ما نخلص بقى لان الموضوع كبير والكلام عن الاقتصاد والاصلاح. لا انا بس انا بطمن المشاهد، احنا جادين في ان احنا نرفع المعاناه عن يا فندم. صدقيني في لا في خطوات ونلاقي شغل ان شاء الله باذن الله. كل وزير مش شغال مش هيبقى موجود خلال كام شهر جايين ان شاء الله. ان غدا لنظري ان شاء الله دكتور باذن الله. اشوف حضراتكم بكره ان شاء الله.